بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بمحاضرتنا لهذا اليوم بآية من كلام الله سبحانه وتعالى من سورة المؤمنون. ولقد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. حقيقة الغير مختص بالطفولة دائما يكون في تساؤل، يعني البويضة المخصبة شلون تتطور، أو شلون نفسر كيف تتطور بويضة مخصبة واحدة لتكون بعد أشهر مثلا وليدا كاملا، ثم بعدها يصبح هذا الوليد طفلا يدرس ويتعلم ثم يكبر ويصبح مهندسا ناجحا، أو بنت أو سيدة ناجحة في حياتها. هذه هي دورة حياة الإنسان، وهو موضوع علم النفس التطوري أو ما يسمى بعلم نفس النمو أو ما يسمى بعلم النفس التكويني أو في أحيان يسمى بعلم النفس الارتقائي، اللي هو يبحث عن التغييرات اللي تطرأ على الطفل منذ الولادة وحتى الممات، وأيضا يدرس العلاقات اللي تربط بين أنواع النمو الأخرى. يعني كان أنواع النمو هي كثيرة: اجتماعي، انفعالي، جسمي، عقلي، جنسي، حركي، كثيرة هي. وأيضا يفسر التغييرات اللي تحدث للطفل أو للإنسان، وأول خطوة يقوم بها هو يفهم التطور السلوكي. أول خطوة يقوم بفهم التطور السلوكي، وبعد ذلك راح يجي التفسيرات صحيحة لهذه التغييرات. طبعا إحنا إذا نعطي نبذة مختصرة عن النمو بشكل عام، قد يكون هناك غير مختصين في جانب النمو أو الطفولة، فقد تكون يحصل على معلومات بسيطة في هذا الموضوع. العلماء اختلفوا في تقسيم وتصنيف دورة حياة الإنسان أو مراحل النمو، لكن اتفقوا على أن حياة الإنسان هي تكون واحدة واحدة. مراحل النمو هي تكون متداخلة مثل تداخل فصول السنة، الصيف والشتاء والخريف والربيع، لكن تكون بالتدريج. كل مرحلة تتداخل بالمرحلة اللي تيجي قبلها، اللي تيجي بعدها، واللي تكون قبلها أو اللي سبقتها. انتقال الفرد أو الطفل بالنمو من مرحلة إلى أخرى يكون بشكل تدريجي، ما يكون انتقال انفجاري. يعني مثلا إحنا ما نقدر نشوف أو نلاحظ أو نلمس أن الطفل مثلا وحدة من الصباحات على سبيل المثال، أو بنهاية شهر أو بداية شهر، نشوفه تغير تغير كبير من الناحية الجسمية. يعني مثلا هو لا يستطيع المشي أو لا يستطيع الوقوف، نام بالليل مثلا واستيقظ الصبح وهو ممكن أن يقف، يستطيع أن يقف على قدميه، أو أنه بالشهر التاسع أو بالشهر العاشر يستطيع أن ينطق بكلمات، وهذا لا يمكن طبعا، لأن الطفل يختلف ويتميز من منتصف مرحلة إلى منتصف مرحلة أخرى. هناك مرحلة يمر بها الإنسان من الميلاد إلى الوفاة. عندنا مراحل النمو عند الإنسان، تبدأ من المرحلة الجنينية إلى مرحلة الشيخوخة، وهناك تصنيفات أخرى اللي هي تبدي من مرحلة ما قبل الميلاد، بعدين يسموها مرحلة ما قبل الميلاد اللي هي فترة الإخصاب إلى الميلاد، تسمى مرحلة الحمل هي، ومرحلة المهد اللي هي من الولادة لحد 2 أسبوع عفوا، ومرحلة الرضاعة اللي تيجي بعدها، ومرحلة الطفولة المبكرة اللي تكون طفولة مبكرة ومتوسطة ومتأخرة. المبكرة تبدي من عمر 3 سنوات لحد 5 سنوات، تسمى مرحلة الحضانة أو مرحلة ما قبل المدرسة، لأنه في هاي المرحلة العمرية الطفل يدخل إلى الروضة والتمهيدي. مرحلة الطفولة المتوسطة اللي تبدي من عمر 6 إلى 8 سنين، وبعدين تيجي بعدها الطفولة المتأخرة اللي هي من 9 إلى 11 سنة، والمبكرة المراهقة تأتي بعدها من 12 إلى 14 سنة. طبعا أكو اختلافات بين الذكور والإناث، عادة الإناث ينضجون قبل الذكور بسنة واحدة. يعني مثلا مرحلة الطفولة المتأخرة اللي هي تمتد من 9 إلى 11 سنة عند الأناث، لكن عند الذكور من 10 إلى 12 سنة. المراهقة المبكرة عند الأناث مثلا من 12 إلى 14 سنة،
والذكور من 13 إلى 15 سنة، وتأتي بعد المراهقة المتوسطة من 16 إلى 17، من أن الفرد يدخل إلى مرحلة الثانوية، وتأتي بعدها مرحلة المراهقة المتأخرة اللي تبدي من 18 إلى 20 عند الأناث، ومن 19 إلى 21 عند الذكور، وهنا يكون الفرد قد دخل إلى مرحلة جامعية. تأتي بعدها مرحلة الرشد اللي هي من 22 إلى 60 سنة، وما بعدها مرحلة الشيخوخة من 60 إلى نهاية العمر وطولة العمر لكم إن شاء الله. قد يكون هناك اختلاف لسنة قبل أو بعد في بعض المصادر، يعني بعض المصادر ما تعتبر أن عمر 21 سنة هو مراهقة، بل هو وصل يعني دخل إلى كمل مرحلة المراهقة ودخل مرحلة الرشد. طبعا هذا التقسيم يقابله في نفس الوقت التقسيم التربوي اللي هي مرحلة ما قبل المدرسة وابتدائية ومتوسطة والمرحلة الثانوية وأيضا المرحلة الجامعية. المحاور اللي راح يعني نتناولها في هذا في هذه المحاضرة هو عندنا النمو الفسيولوجي والجسمي، والنمو المعرفي واللغوي، والنمو الاجتماعي والخلقي، والاحتياجات النفسية للطفل في هذه المرحلة. أكو مفاهيم عامة ممكن نعرج عليها بشكل سريع اللي هي النمو والنضج والتطور. عملية النضج تختلف باختلاف أجهزة الجسم، بعضها ينضج بوقت مبكر من حياة الطفل مثل نضج الجهاز التنفسي، وبعضها يتأخر إلى ما بعد الطفولة الوسطى كما في الجهاز التناسلي. الطفل بعمر سنتين يكون ناضج ويدرك بعض ما يدور في محيطه، يعني الأمور اللي تتعلق من الأمور اللي تتعلق بالمحسوسات، لكن ما يكون ناضج بإدراك العلاقات المجردة. فلهذا أن النضج هو شرط أساسي كل التعلم. الطفل حتى يقدر يتكلم أو حتى يستطيع أن يتكلم لابد أن يصل إلى عمر معين، ولازم يكون أكو تدريب وممارسة من أجل تعلم اللغة. ودون نضوج الأعضاء الخاصة بالنطق لا يمكن الكلام، وبالمقابل دون وجود أي شخص يتكلم معه ويعلم الكلام لا يمكن النطق. يعني قد تكون الأعضاء الخاصة بالنطق هي جاهزة وناضجة، لكن بنفس الوقت ماكو أحد يعلم الكلام فما راح يقدر ينطق. والحالة عكسية، لو تكون الأعضاء تكون غير ناضجة مثلاً، وأكو أحد دائماً يحكي وياه ويعلم الكلام ما يقدر يتعلم، لم يكن قادر على الكلام. النمو بهذا المعنى هو التغير الكمي أو التكوين، لكن النضج هو التغيير النوعي والوظيفي، والاثنين تكون متلازمة ويعتمد ثانيهم على أولهم. الجهاز الهضمي مثلاً عند الرضيع ما ينمو فقط حجمه، تتغير وظيفته أيضاً، يعتمد أول ما يجي الطفل للدنيا يعتمد على السوائل وعلى الحليب. لحد ما يبدي يتقدم بالعمر تبدي تتعقد الأطعمة اللي عنده مثلاً، يبدي يأخذ مثلاً أطعمة شوية أكثر تعقيد، فالحد ما يوصل إلى مرحلة أنه جهازه يقدر يهضم هذا الأكل. وعليه فأن التطور هو يشمل النمو والنضج، ويتوقف على تفاعل طبعاً الفرد في البيئة، لأنه إحنا عادة الفرد كل اللي يأخذه هو من البيئة، كل اللي يكتسبه من البيئة. في أغلب أو في كل مجالات النمو، لكن في مجالات معينة لازم يعتمد على الجانب الفسيولوجي. من خصائص التطور أيضاً هو عملية مستمرة، بدايتها لحظة التلقيح ونهايتها الموت. من خلالها يتغير الإنسان طبعاً من وقت إلى آخر ومن لحظة إلى أخرى، وأدي هذا طبعاً التغير إلى أنه يوصل إلى ذروة القوة، يعني مثلاً والاكتمال يكون عند الجسمي والعقلي، وأيضاً يؤدي إلى الانحدار والتدهور كما في مرحلة الشيخوخة. فلهذا اللي يميز التطور عن النمو أو عن المصطلحات أو المفاهيم الأخرى أن التطور يصير به تدهور أو انحدار. يعني شخص من يوصل إلى مرحلة من العمر تبدي تضعف أعضاء مثلاً، تبدي ما يصير عنده قوة ونشاط مثل ما يكون هو في مرحلة الشباب، تبدي تضعف مثلاً رجلة، تبدي تضعف ذاكرته، فهنا يصير عنده يصير التطور باتجاه التدهور. مثل ما على سبيل المثال إحنا بنقول مثلاً بعيد عن السامعين إنه مثلاً شخص أصابه مرض
فإحنا من نريد نوصف الحالة ما نقول إنه نما المرض عنده أم تطور المرض عنده، فإحنا نقول تطور المرض عنده، لأن حالة سلبية أدت إلى التدهور. التطور هو عادة، النمو هو طبعا هو أحد جوانب التطور، لكن هو يكون التطور يكون أكثر شمولية. النمو الفسيولوجي هو النمو الجسمي الحركي في هاي المرحلة اللي هي من عمر 6 إلى 12 سنة، اللي تتسمى مرحلة المدرسة الابتدائية. طبعا أكو أطفال ما يدخلون مدرسة ابتدائية، ما يدخلون عفو روضة أو تمهيدي مباشرة إلى المدرسة. هنا تسمى مرحلة المدرسة الابتدائية اللي تبدي من بداية دخول المدرسة الابتدائية وتنتهي بنهايتها. بعض الباحثين يقسمون هذه الفترة العمرية إلى مرحلتين: مرحلة الطفولة الوسطى اللي تبدي من 6 وتنتهي ب8 وتكون تعتبر استمرار للمرحلة اللي قبلها، والثانية تسمى مرحلة الطفولة المتأخرة، يعني تبدي من عمر 9 سنين وتنتهي بعمر 12 سنة تقريبا. هاي المرحلة اللي هي مرحلة التعليم الابتدائي تعد القاعدة الأساسية للتعليم وللتربية المسبقة، يعني هي الأساس اللي يبنى عليه، وما بعد إذا كان البناء صحيح وما بعد رح يكون صحيح باقي البناء، وإذا كان خطأ وما بعد يكون خطأ. مثل ما نخلي طاووبة إذا كانت عدلة الطوابيق اللي تيجي بعدها رح تكون أيضا في خط مستقيم واحد، وإذا كانت طابوقة بناها أعوج وما بعده رح الطوابيق اللي تيجي بعدها أيضا رح تكون مو صحيحة. وهي المرحلة اللي ينتقل بها الطفل إلى بيئة اجتماعية متنوعة، طبعا لأنه الطفل قبل هاي المرحلة هو قاعد بالبيت، وخصوصا إذا ما كان داخل مرحلة الابتداء التمهيدي أو الروضة، فعلاقاته الاجتماعية فقط ويا الرعاية اللي يقدمون إلى الرعاية اللي هم الأب أو الأم أو مقدمين الرعاية إلى بالبيت. فمن يدخل هاي المدرسة الابتدائية، من راح يدخل مدرسة راح يشوف الحالة غريبة بالنسبة إلى، فالجو غريب بالنسبة إلى، تغير كليا من الجانب المعرفي، من الجانب العقلي، من الجانب الاجتماعي، من الجانب الخلقي، كثيرا من الأمور. طبعا هاي المرحلة ما كانت هلقة تلقي اهتمام يعني كلش كافي، لهذا السبب سموها العلماء مرحلة الهدوء، يعني مرحلة الهدوء كأنه هاي المرحلة ما يصير بها أي تغييرات نمائية أو ارتقائية مهمة. فرويد مؤسس التحليل النفسي يسميها مرحلة الكمون، لكن أكو منظرين مثل بياجي على سبيل المثال أو أريكسون وجهوا الأنظار بقوة إلى هاي المرحلة، وأكدوا أن هي مرحلة مو عاطلة ولا غافلة، ولا يمكن أن نسميها بمرحلة الكمون أو الهدوء. هي بها تغييرات تصير نمائية وارتقائية في مختلف جوانب النمو وفي مختلف جوانب الشخصية. وهذا ما طبعاً أوضح بياجي اللي هو أساس الارتقاء المعرفي، دراسات الارتقاء المعرفي عند الأطفال إيش قد يتقدم الطفل في مرحلة دخوله المدرسة الابتدائية أو اللي يحقق الطفل في سنوات المدرسة. أريكسون أيضا وضح بنظريته بالنمو النفسي الاجتماعي أنه هاي مرحلة كلش مهمة، يستطيع أن يقدم بها الطفل شيئا للآخرين بعد اجتياز مراحل، طبعا المرحلة اللي قبل اللي هي 6 سنين. لو نستعرض المطالب النمائية لهاي المرحلة رح نشوفها تغطي هواية مجالات حتى تتكون الشخصية، ابتداء من أنه يتعلم مهارة وحركة إلى أن يكون اتجاه عام حول نفسه، إلى أن يحقق ذاته، إلى أن يصادق أقران، يصادق أصدقاء، يكون إلا مكانة بينهم، يتعلم دورة جنسي، هو ذكر لازم يلعب مثلا ويا الذكور في مراحل عمرية معينة، يعرف أساليب السلوك اللي تتحدد الثقافة مثلا بالنسبة إلى جنسه، هو يلتزم بما يريده من عند المجتمع أنه هذا صح أو هذا خطأ، هذا يعارض المجتمع هذا ما يعارضه، كيكيون إضافة إلى أنه يتعلم القراءة والكتابة والحساب، لأن هاي المرحلة هي بالجانب
المعرفي المرحلة اللي بدايتها تكون تعليمه للقراءة والكتابة والحساب. بهاي المرحلة أيضا الطفل يحقق نمو اجتماعي وبنفس الوقت خلقي، ويعرف الضمير، ويدخل هذا الضمير القيم الاجتماعية هو والخلقية ومعايير السلوك اللي يكتسبها المقبولة طبعا اللي يكتسبها أيضا من الآخرين. وكل ما يكتسبه الطفل بهاي المرحلة هو يعتبر الأساس يعتمد عليه في نمو مراحله القادمة، يعني إذا كانت في مرحلة المراهقة أو حتى إذا يوصل إلى مرحلة الرشد. قبل ما نفوت على المهارات، النمو الفسيولوجي نعرج عليه بشكل سريع، يزداد الجهاز العصبي تعقيد والوصلات والألياف العصبية. أكو وظيفتين من وظائف المخ تستمر بالنمو بهاي المرحلة، اللي هي تكوين نخاع الألياف العصبية بالمخ والنخاع الشوكي وفي الأنسجة العصبية المرتبطة وتنظيم وظائف المخ. وهاي التغييرات في حجم المخ وظيفته لها صلة بنمو المستوى المعرفي للطفل. يزداد ضغط الدم ويتناقص معدل النبض عنده وتقل ساعات النوم بالتدريج. يكون متوسط فترة النوم على مدار السنة بعمر 7 سنوات إلى حوالي 11 سنة. ويبدأ التغير في وظائف الغدد التناسلية كل ما يتقدم الطفل بالعمر ويوصل إلى نهاية مرحلة الطفولة. بالنسبة للنمو الجسمي يختلف السرعة مالته من مرحلة عمرية إلى أخرى. ماكو طفل ينمو بسرعة وعلى وتيرة ثابتة أو منتظمة طيلة فترة الطفولة والمراهقة. هناك فروق بين طفل وطفل آخر. طبعاً هذه لها أسباب قد تكون بيولوجية وراثية إلى آخره. تتخلل حياة الطفل هذه فترات من بطء نمو وأخرى سريعة للنمو. يعني على سبيل المثال إحنا عندنا نمو اللغة والنمو الحركي عند الطفل. كثير من الآباء أو من الأمهات يشكون أو يتذمرون، ابني مدى يحكي لحد هسه، ابني مدى ينطق ولا كلمة، ابني مدى يمشي، ابني لحد هسه صار له كذا سنة كذا شهر هو بس يحبوه، أو أعلمه لغة ومدى يتعلم. حقيقة الأمر هناك أكو نقطتين أو حقيقة هما خطين متوازية بين النمو المعرفي أو النمو اللغة ويا النمو الحركي، يمشون بخط متوازي اثنيناتهم. لكن لو يشبه أنه في نهاية هذا الخط أكو باب لازم واحد من عندهم هو اللي يدخل إلى هذه الباب، يعني أما النمو الحركي يسبق النمو اللغوي أو النمو اللغوي يسبق النمو الحركي. لهذا يشوف أنه بعض الأطفال اللي يمشي أسرع يكون متأخر شوية في الجانب اللغوي، واللي يتكلم أسرع يكون متأخر قليلاً بالجانب الحركي. بعمر 6 سنين النمو الجسمي يصير بطيء، بينما قبل هاي المرحلة تشوف يكون هو كل سريع بالسنوات السابقة. يعني بالعمر الأقل من 6 سنين تشوف أكو فرق بين، أنت تشوف الطفل بشهر أو شهرين راح تشوف أكو فرق في جسمه، يعني إذا كان شوية طول أو شوية زاد وزنه. الطول خلال هاي المرحلة يزداد بحوالي 5% لحد ما يوصل إلى مرحلة المراهقة، ووزنه يزداد بحوالي 10%. طبعاً الأناث دائماً يتفوقون على الذكور خلال هاي المرحلة. هنا الذكور يتمتعون طبعاً بكتلة عضلية تكون أكبر من الفتيات بطبيعة الجانب الفسيولوجي اللي عندهم، ويزداد التناسق العضلي والتآزر الحسي الحركي عند الأناث. فلهذا شوف تصير قدرة الطفل تزيد من يقوم بأعمال حركية أكثر تعقيد. لهذا نشوف أنه البنات يتعلمون دائماً هاي اللعبة مع الحبل، يلعبون لعبة الحبل أكثر من الذكور. والبنين يتفوقون على البنات في المهام اللي تتطلب جهد عضلي أو قوة بدنية. لهذا نشوف أنه بعض الألعاب لأنه تتطلب جهد عضلي وشوية حركي أزيد شوف يلعب بيها الذكور، والأناث ما يلعبون بيها لأن هي أقل عندها القوة العضلية.
طبعا هذه أيضا تعود إلى نتيجة الفروق في التطبيع الاجتماعي، فالفتيات عادة تتناقص عندهم، يعني ما يقدرون يلعبون باللعب العنيف اللي يتطلب جهد عضلي، وذاك يعني ربما أن المجتمع ما يشوف أنه هاي الألعاب مناسبة للفتيات. يعني المجتمعات عادة، في بعض المجتمعات أنه يشوف خصوصا الشرقية، أنه يشوف البنات مثلا ما يلعبون، ما يتعلمون ركوب الدراجة مو مثل الذكور. أول ما شوي يكبر الطفل، حتى قبل 6 سنين، أبوه إذا يريد يجيب له مثلا فد لعبة، أو الأم يجيبوا له مثلا بايسكل، بس البنية ما يفكرون إنه يجيبوا لها بايسكل، رأسا يفكرون يجيبوا لها لعابة. فهذه أكو فروق بين الثقافات بهذا الجانب. الطفل بهاي المرحلة العمرية تشوفه أحيانا يقوم بحركات تكون غير، يعني غير متناسقة وغير وتكون عشوائية. السبب لها أسباب كثيرة، قد يكون مثلا يجذب أنظار الناس اللي قاعدة، مثلا إذا كان خطار قاعد عندهم بالبيت، أو مثلا الأب أو الأم، أو إذا طلب فد شيء معين من الأب وما قدر يلبيه، هو ممكن يقوم ببعض الحركات العشوائية اللي غير متناسقة. هنا أنا أحيانا في بعض العوائل نشوف يجابه بالسخرية والانتقاد هذا الطفل من قبل الأبوين. مجابهته بالسخرية وبالانتقاد يؤدي به إلى اضطراب، هذه فيما بعد تؤدي به إلى اضطراب انفعالي، وبالتالي يخليه متوتر، وبالتالي يخليه كثير الأخطاء. لكن إحنا في نفس الوقت ما نرضى على السلوك العشوائي أو السلوك أو الحركات الغير متناسقة، لأنه قد إحنا معلمه أنه هذه الحركات ما تناسب عمرك، أنت لا يجوز أن تقوم بهذه الحركات. لكن بنفس الوقت ممكن أنه إحنا نعطيه حرية ونشجعه بشكل عام على الاسترخاء يكون بالحركة. طفل عمر 6 إلى 9 سنين دائما يصير عندهم إجهاد العضلي أكثر من الأطفال اللي بعمر 9 إلى 12 سنة. لذلك يتوجب تنظيم الفعالية الرياضية ويعطون مدة كافية للراحة. يعني مثلا احنا عندنا بالمدارس اكو درس الرياضة البدنية اللي هي موجودة بالستة والتسعة والتسعة والاثناعش. الأطفال اللي من عمر 6 إلى 9 سنين يصير عندهم إجهاد عضلي أكثر من العمر اللي من 9 إلى 12 سنة، فلهذا إحنا لازم نعطيهم راحة حتى لا نجهد هذه العضلات ونتعبها. فلما ندرب الأطفال على مهمات حركية، المعلمين ينصحون بأن يدربون الطفل على فعاليات مختلفة. ليش أدربه على فعاليات مختلفة؟ لأنه عنده كمية كبيرة من العضلات في جسمه، فحتى أدرب أو أمرن أكبر كمية ممكنة من العضلات، علما أنه تكوين يعني التناسق الحركي وإعداد العضلات للحركات اللي تتطلب هي قوة، هي من الأمور المهمة يعني للإعداد المهني فيما بعد بالمستقبل. هواية كثيرة من المهن يصير تناسق، تتطلب تناسق وتآزر حركي معين، مثلا على سبيل المثال تصليح ساعات، هذا يتطلب التآزر بين هذه المهارات. لكن القوة البدنية مثلا يقوم بأعمال بدنية شاقة أو ثقيلة، مثل العمل في معمل معين، هذا يتطلب أنه يحتاج لعضلات، يحتاج لقوة بدنية. هناك مهارات اجتماعية للحركات تؤدي طبعا دور مهم في نجاح الطفل تربويا وفي مستقبل حياته مهنيا، لكن المهارة الحركية مهمة أيضا بالنسبة لتنشئة الطفل خلال سنوات المدرسة وحتى لحد ما توصل إلى مرحلة المراهقة. الأطفال اللي يفتقدون إلى المهارات الحركية بالنسبة إلى جماعتهم أو إلى عمرهم أو أقرانهم أو أترابهم، وخصوصا المهارات الحركية اللي يكون بها اتصال ويا الجماعة ويا جماعته ويا أصدقائه ويا مجموعته، تشوف اللي يفتقد هاي المهارة الحركية راح ينسحب من الفعالية، لأنه ما يقدر يؤدي هاي المهارة. من انسحبه من الفعالية يؤدي به إلى عزلة غير صحية من الناحية النفسية. بعدين اكتساب الطفل المهارة راح يمنحه شعور بالإنجاز، يعني مثلا من يلعب ويا صديق ويغلبه، يعطيه ثقة بالتنافس ويا الآخرين بنفس الوقت.
تنطيه يمنح الطفل مكانة متميزة بين جماعته، سواء كان اللعب مثلا بالمدرسة أو ويا جماعته بالبيت أو ويا أصدقائه أو ويا قرايبه. وإذا انعزل الطفل بهاي المرحلة لأنه فقدانه لهاي المهارات راح يكون انعزالي، وهو مراهق وراشد في نفس الوقت. عندنا مهارات الطفولة تبعا للهدف اللي تؤديه. عندنا مهارة مساعدة الطفل اللي تمكنه انه يعتمد على نفسه في انجاز بعض الاعمال المفردة، يعني مثلا احنا نساعد الطفل او ننمي عنده انه انت روح اسبح، انت البس هدومك، انت اكل. لا طبعا هذه الطفل ما يوصل باكتساب هاي المهارة الى مستوى الكبار، لكن بالتدريب ممكن تتحسن عنده هاي المهارة. مهارات الخدمة الاجتماعية اللي تتعلق مساعدة الاخرين بالبيت، يعني انا اجهز طاولة الطعام، أقول لابني أو لبنتي ساعدني في تجهيز الطاولة أو في سقي الزرع. هاي المهارة طبعاً تشجع روح التعاون عند الأطفال. صحيح استجابة أفراد الأسرة نحو طريقة استخدام الطفل لهاي المهارة طبعاً يأثر بطريقة الاستخدام. فإحنا إذا دائماً نسخر من عنده، أنت سويت الطاولة الطعام مو صحيحة، خربطت الصحن، خربطت الشوكة، خربطت، يعني هاي الأمور ما تشجع على أنه يقدم يد المساعدة ومنه هو. مهارات مدرسية طبعا هنا مهارات مدرسية تتصل بالكتابة والقراءة والرسم والخياطة. هاي المهارات رغم أنها تعتبر مسلية وفيها لعب، لكن تحتاج إلى توجيه وتعليم من قبل المدرس والمدرسة. مهارات اللعب، اللعب في حد ذاته في هاي المرحلة العمرية هو عالم بحد ذاته. يعني اللعب في هذه المرحلة، مرحلة الطفولة، مرحلة الدراسة الابتدائية، يتعلم الطفل بهاي المرحلة مهارات ترتبط باللعب. يعني مثلا بحسب القوة الجسدية والنمو اللي عنده يتعلم انه شلون يشمر الكره، شلون يتعلم ركوب الدراجه، يتعلم التزحلق، يتعلم السباحه. طبعا هاي المهارات كلها تساعد على التوافق النفسي وتكوين علاقات اجتماعيه داخل المدرسه وخارج المدرسه. بعض الاطفال يكون تاخر عندهم بالنمو الحركي، قد يكون هذا الى اسباب، قد يكون عوق في عند الطفل. لهذا من المهم ان نتعرف على اي عيوب لمعالجتها. بهاي المرحلة أيضا تقرر إذا كان الطفل يكون أعسر، يعني يستخدم يد اليسرى أو اليد اليمنى. هو كثير من الأطفال يستخدمون اليد اليسرى بمهارة، والقسم الآخر يستخدم اليد اليمنى بمهارة. بعض المربين أو الأب أو الأم أو حتى بالمدرسة ممكن أحيانا يجبرون الطفل على أنه لا تستخدم يدك اليسرى، استخدم يدك اليمنى، ونشيل القلم من إيده اليسرى ونخليها بإيده اليمنى ونقول له لازم تكتب بهذا اليد. طبعا الطفل بحكم رغبته وهو بعد صغير أكيد، يعني هو ما يعي أنه يقول لا أنه أنا لازم أكتب بهذا اليد أو أنه أنا مهارتي راح تكون بهذه اليد. بحكم رغبته أنه لازم يتكيف ويا المجتمع وحتى لا يحس أنه هو شاذ عن الآخرين، لأنه الأغلبية هم يكتبون باليد اليمنى، فرح يتغلب على طبيعته ويعاند نفسه ويجبر نفسه أنه يكتب باليد اليمنى، لكن هو ما رح ينجح. بس هنا ايش رح يصير؟ رح يصير عنده اختلال أو بالاختلال بالاتزان العصبي اللي عنده. طبعاً المهارات الحركية اللي يتعلمها الطفل تعتمد على البيئة الثقافية والجغرافية اللي يعيش بها الطفل من جهة، وعلى فرص التعلم، وعلى ما هو شائع بين جماعته. المستوى الاجتماعي والاقتصادي، نوع المهنة لرب الأسرة يأثر أيضا في نوع النشاط الحركي. الألعاب اللي يهتم بها مثلا طفل الأسرة اللي مستوى الدخل عندهم بسيط أكيد تختلف كما وكيفا عن اللعبة التي تتيسر لطفل ذات دخل عالي. لهذا من الواجب على المربين مساعدة الطفل على اكتساب المهارات وإيجاد النشاط اللي يتوافق ويا إمكانياته ويقدر يتفوق بنفس الوقت عليه. هناك كثير من الفقرات اللي تساعد المربين على أنه بالنمو الحركي او الفسيولوجي الحركي او الجسمي،
يعني مثلا تكوين عادات سليمه، انه انا اعلم الطفل خصوصا بال6 سنين انه تعتني بجسمك، بنظافتك، بالغذاء المتكامل. ولاحظت الاباء والامهات انه الاباء والامهات لازم يلاحظون حجم الجسم او نقصه بالنسبه للعمر، العمر الزمني بالنسبه للطفل. يعني احيانا طفل مثلا هو عمره فد 6 سنين 7 سنين بس تشوفه اقصر من الطبيعي او وزنه يكون اقل من الطبيعي، فهنا أنا لازم مراجعه للمتخصصين في هذا الجانب. اكو اطفال عندهم الهايبر اكتف، احنا نسميه جماعه الاطفال اللي ذوي النشاط الزائد. هنا أنا نقدر نقدم الرعايه لهؤلاء الاطفال وندربهم على مراعاه انه احنا، لانه هو هايبر اكتف اكيد ما يكون مدرك للحالات الامن والسلامه والاخطار اللي ممكن يتعرض لها من البيئه، لان الحركه عنده تكون عشوائيه وبنفس الوقت نشطه. المدرسه تهتم بالتربيه البدنيه، يعني تنظم مباراه رياضيه، تكوين فرق لعب، يتعلم الطفل خلالها القيم تكون اللي هي مرغوبه مثلا اجتماعيا، يتعلم ويا الجماعه شلون يتعاون، يتعلم الشجاعه، يتعلم الروح الرياضيه طبعا، ومن خلالها راح يقدر يكتشف اهتماماته وميوله. البيت ممكن يساعد المدرسه على تدريب الاطفال مثلا على الحرف والاعمال المنزليه، يعني مثلا البنات عاده عندهم هوايات الاتمين اللي هي التطريز مثلا من هذا القبيل، ولو هسه اختلفت كثيرا من الهوايات بحكم التطور التكنولوجي اللي صار والايبادات والايفونات، حتى طبيعه الالعاب ايضا تغيرت. المربين اباء ومعلمين يتيحون الفرصه للطفل انه يمارس النشاط الحر، يعني احنا لا اخلي انه هاني احبسه انه بالبيت، يعني ممكن يلعب بحديقه، ممكن من يطلع ممكن يلعب ويا جماعته، ممكن في ساحه، ممكن في نادي، لا اخلي احبسه انه اني في مكان معين. يسمح للاطفال انه يختارون الوقت والمكان المناسب للعب، يعني لا اقدر انه اني اقيده انه انا اللي اختار له، ممكن هو يختار انه يرجع من المدرسه يعرف انه لازم يكمل واجباته، وما بعدها عنده من الساعه 4 الى الساعه 6 مثلا هي لعب، او من الساعه 2 الى الساعه 4 هي وقت اللعب عنده. لازم نهتم بتغذيه الطفل خصوصا بهاي الاعمار، لان الطفل عاده يشوفه يلتهي يعني، فلازم احنا نساعده والاهتمام بالتغذيه. كل مرحلة عمرية لها طاقاتها من الجوانب كلها، فما احنا ما نقدر نرهق الطفل اكثر من طاقته. نتيح الفرصة لممارسة النشاط الحر ايضا في الهواء الطلق، وبنفس الوقت الاهتمام بالاطفال اللي يعانون من عجز حركي والعمل على علاجه. لان اكو احيانا كثير من الاطفال يعانون من عجز حركي، لكن هذا العجز الحركي يكون بسيط ممكن علاجه. هذا فيما يخص المحور الأول. ننتقل حاليا إلى المحور العقلي واللغوي. طبعا هو كل محور يحتاج إلى ساعات من التفصيل، لكن احنا نقدر نتوصل إلى الأساسيات لهذه المحاور. بالنسبة للنمو العقلي، والنمو العقلي هو عادة هو يعني يكون أوسع محور من محاور النمو بشكل عام، لانه هو يتعلق بالمحاور الاخرى. النمو العقلي عندنا تجربه قريتها في اليوم في كتاب، انه باتريشا وينج هي معلمه، تقول انه هي معلمه وتقول اني فخوره بطلابي لانهم متميزين ويتميزون هم في جميع المواد الدراسيه وخاصه درس العلوم اللي هي معلمته. قررت تقدم للطلاب تجربه يستمتعون بها، و قالت لهم انه أنا فخوره بيكم لانه انت ادائكم جيد، لهذا السبب راح اعرض عليكم اليوم مشكله، والمشكله اطلب من عندكم انه انتم تحلوها. فطلبت من عندهم وقالت لهم انه على كل منضده، او احنا في لغتنا نسميها ميز، على كل منضده تجلسون راح تجدون بندول ساعه واوزان مختلفه وساعه ايقاف، ويمكن يعني يمكنكم تغيير الاوزان هذه على البندول وايضا طول الوتر والدفعه اللي تدفعون بها حتى يبدي الدوران.
السؤال اللي نطتهم إياه، ما الذي يحدد عدد المرات اللي يتحرك بها البندول إلى الخلف وإلى الأمام كل دقيقة؟ طبعاً الطلاب هم متميزين أكيد، جربوا كل الأوزان وجربوا قوة الدفع وجربوا الأوتار الطويلة والقصيرة، وأيضاً سجلوا عدد المرات في الدوران في كل دقيقة، لكن ما قدروا يتوصلون للحل الصحيح واللي هو حقيقة طول الوتر. المعلمة باتريشا ذهلت واستعجبت، ليش ما قدروا الطلاب يوصلون إلى حل هاي المشكلة؟ الجواب هو لأن المعلمين لم يضعوا في الاعتبار مراحل نمو الأطفال خلال التدريس. خلال 18 سنة الأولى من الحياة الناس تمر بتغييرات كبيرة وعديدة. هاي التغييرات قسم من عدها تكون واضحة، مثلا نلاحظ أن الطفل كبر، زاد وزنه، طول، يصبح أكثر ذكاء، أكثر تكيف بالمجتمع، هاي أشياء منظورة نقدر نشوفها. لكن كثير من جوانب النمو ما تكون واضحة، وهم ينمون بمعدلات وطرق تختلف، ويتأثر النمو بشكل عام بالجانب العوامل البيولوجية، ثقافية، والدية، تربوية، ويحتاج طبعا كل معلم وكل مربي أن يفهم كيف يكبر الأطفال وينمون. كل معلم ومربي يفهم كيف يكبر الأطفال وينمون حتى يكونون قادرين على أنه يفهمون كيف يتعاملون مع هؤلاء الأطفال وأفضل الطرق لتعليمهم. طبعا الحديث عن النمو المعرفي بشكل عام ما يكون مكتمل دون ما أن نمر ب نظرية العالم السويسري جان بياجيه، ولا يمكن أن نغطي هذه النظرية العملاقة بفصل من كتاب أو محاضرة، بفصل أو كتاب أو محاضرة، لكن نحاول أن نلخص النظرية بشكل مبسط ويفيدنا بمحاضراتنا هاي. أساس نظرية بياجيه افتراض يقول أن التطور العقلي هو نتيجة من أفعال يقوم بها الطفل، هاي الأفعال تتحول إلى صور تكون ذاتية يسميها التفكير. هو ما نقدر نعتبر أنه الأطفال هم راشدين صغار، يعني يفكرون مثل ما يفكرون الكبار، لهم طريقة تفكير تختلف ونظرتهم إلى العالم أيضا بنفس الوقت تختلف. أحد المطالب الأولية للتربية وللتدريس هو أنك تفهم كيف يفكر الطفل وكيف ينظر إلى العالم، وأول أهم استراتيجية للتدريس هو يجب أن تأخذ في الاعتبار أعمار التلاميذ ومراحل نموهم. مثلاً تلميذ بصف الثالث يكون قادر أنه هو يقدر أنه يحل أي نوع من أنواع الرياضيات أو أي مسألة تجي في مادة الرياضيات، لكن بنفس الوقت من تعطي مسألة مثلا تعتمد على التفكير مجرد حل مسألة مثلا بالجبر ما راح يقدر يحلها، لأنه لا يمتلك النضج المعرفي ليفكر تفكير مجرد، يطلب من عنده حل مسألة. هاي المسألة التجربة اللي قلناها الباتريشيا، شفنا أنه الصف اللي تقوم هذه السيدة بتدريسه يتميز بتلاميذ ذا ذكاء عالي ودافعية بنفس الوقت عالي، لكن المهمة التي كلفوا بها تمثل نمط من أنماط التفكير اللي عادة يظهر بعد سن المراهقة. كثيرة أنواع التفكير، ولكن البعض والكثير من عدها يظهر في مراحل متقدمة من العمر. هناك جدل حول قضيتين أساسية أو محوريتين، أنه مدى تأثير النمو بالخبرة، وإذا كان النمو يصير في مراحل. طبعاً هنا أنا أكو الجدل حول يصير حول الطبيعة والتغذية، يعني يتحدد النمو بشكل مسبق عند الميلاد بالعوامل الوراثية والبيولوجية لو يتأثر بالخبرة والعوامل البيئية. بعض علماء النمو يقولون أنه الطبيعة والتغذية تجتمع معاً بالتأثير على النمو، لكن العوامل البيولوجية تلعب دور أقوى في بعض الجوانب مثل النمو الجسمي.
النمو الجسمي التغذية مهمة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت العوامل البيولوجية بنفس الوقت مهمة، لكن هنا تلعب أقوى في الجوانب الجسمية. لكن جوانب أخرى مثلا اللي يكون لها للعوامل البيئية دور أكبر، مثل الجانب الخلقي أو النمو الخلقي اللي هي أساسا عادة الطفل يكتسب المعايير الخلقية والسلوك الخلقي والفعل الخلقي هو من البيئة. نظرية اسمها نظرية الاستمرار تقول أن النمو يحدث بتتابع من خلال نمو المهارات وتقديم خبرات عن طريق البيئة، وتأكد على أهمية البيئة أكثر من تحديدها، أكثر من الوراثة في تحديدها للنمو. أكو منظور آخر يفترض أن الأطفال يتقدمون عبر مجموعة من مراحل النمو تكون ثابتة، وبهاي الحالة يمكن أن يصبح النمو فجائي إلى حد ما عند انتقال الطفل إلى من مرحلة إلى مرحلة أخرى. المراحل تجاوزها أمر مستحيل جدا. سنيجي على بياجي يقول أن انتقال الطفل من مرحلة إلى أخرى يشبهها مثل الدرج. الدرج من نصعد على الدرج نصعد عليه، يعني نصعد على الدرج ستيب باي ستيب احنا نقول. فمن اني بالدرجة الأولى لا يمكن أنه أطفر إلى الدرجة الثالثة أو الرابعة، وفي نفس الوقت عندما أكون بالدرجة الثالثة أو الرابعة لا أستطيع أن أعود إلى الدرجة الأولى أو الثانية. هناك من رأي يقول يركز على العوامل الوراثية أكثر من تركيزه على التأثيرات البيئية وتغييرات حتى تفسر التغير اللي يصير عبر الزمن. الظروف البيئية لها أثر بسرعة النمو، وتتابع الخطوات النمائية عادة يكون هو ثابت بالضرورة. لهذا نشوف أن الطفل اللي عمره 9 سنين بالتجربة اللي أجرتها باتريشيا على أطفال على طلبتها اللي عمره 9 سنين لم يتمكن من حل مشكلة البندول، لأنهم لم يصلوا إلى مرحلة النمو اللي تسمح لهم بحل مشكلات تتضمن عوامل كثيرة هنا في وقت واحد. عندنا كيف ينظر بياجي للنمو العقلي أو للنمو المعرفي؟ بياجي هو ينظر إلى من منظورين، يعني بنية عقلية ووظيفة عقلية. البنية العقلية التفكير اللي توجد عند الفرد في مرحلة من مراحل النمو، هي العمليات الوظيفة، هي العمليات اللي يجي إلى الفرد لما يتفاعل ويا مثيرات البيئة. هذا مخطط مبسط لنظرية بياجي يقول أنه التكيف هو عملية تعديل المخططات، وهي بنى معرفية. المخططات هي بنى معرفية يعدل هاي المخطط حتى يستجيب للبيئة، بس عن طريق شنو؟ عن طريق التمثل والموائمة. فحتى يصير عنده تكيف لازم يصير عنده تمثيل وموائمة. التمثيل هو شنو؟ هو عملية فهم جديد موجود مخطط في 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 دماغه هو، أو يكون حدث جديد. التلاؤم يكون يعدل هذا المخطط في ضوء معلومات جديدة أو خبرة جديدة. هو مخطط موجود عنده لكن يعدله إلائمه. التفاعل بيناتهم يؤدي إلى التوازن اللي هي موازنة المخططات الموجودة سابقاً وهي مخططات تكون جديدة. الأطفال يتطورون معرفياً بحسب نظرية بياجي عبر 4 مراحل بتسلسل ثابت. نعرج عليها بشكل سريع اللي هي المرحلة الحس حركية، والمرحلة ما قبل العمليات، والعمليات المادية، والعمليات الشكلية. المرحلة الأولى اللي هي تمتد من الميلاد لحد عمر 2 سنين، طبعاً هنا يكتسب الطفل ويطور معرفته من خلال أفعاله المرتبطة بالحواس والحركات. يفكر بعينه، بإذنه، بلسانه، بإيده. فلهذا نشوف أن الطفل لحد العمر 2 سنين قبلها بشوية وهو ذا يحبو، إذا شاف شيء بالقاع هو يخليه بحلقه أو ممكن يلزمه بإيده. نانا يتحسس العالم اللي حوله بحواسه.
بهاي المرحلة يكتشف الطفل العلاقة بين الإحساس والسلوك الحركي، يعني هو يتعلم راح يعرف إلى أي مسافة هو يقدر يمد إيده حتى يقدر يمسك شيء معين، ويعرف مثلا إذا إنه إذا رفع صحن مثلا صحن الطعام عن الطاولة شنو اللي ممكن يحدث. يتعلم إنه إيده هي جزء من عنده، يتعلم إنه يفرق بين نفسه وبين العالم الآخر أو الخارجي. بهاي المرحلة يظهر عند الطفل مفهوم ثبات الموضوعات، يعني الوعي بأنه الشيء يبقى موجود على الرغم أنه هو ما موجود. مثلا طفل عمره مثلا 8 أشهر، إذا وحدة لعبة أخذنا اللعبة وغطيناها بقطعة قماش، بالوقت اللي هو كان يريد يمد إيده حتى يمسك هاي اللعبة، من غطيناها يتوقف عن مد اليد، بس في نفس الوقت ما يصير عنده أي اهتمام لهاي الحالة، لا يتضايق ولا يندهش ولا يبكي، ويتصرف وكأنه اللعبة تكون غير موجودة. لكن الطفل الأكبر بالعمر اللي هو عمر 10 سنين راح يبحث وبنشاط عن الشيء الذي حجب عنه، ويتصرف وكأنه الشخص العفو يتصرف وكأنه الشيء هو لا يزال موجود ويبحث عنه. فإذا تعود الطفل على أنه يدور على لعبة في مكان معين يروح ويبحث عنها في هذا المكان، ما يبحث عن اللعبة في مكان آخر إلا إذا هو شافه في آخر مرة. يعني إحنا عادة عندنا مثلا طفل بهاي المرحلة العمرية، من أني ألعبه بطوبة وأخلي الطوبة أخلي إيدي ورا ظهري، عادة الطفل اللي بأمر 8 أشهر ما يهمه إذا يدور على الطوبة، بس أبو الـ10 أشهر تشوفه يبحث عنها، يشوف في مدرسة ورا ظهري مثلا لقاها للطوبة أو ما لقاها للطوبة فيبحث عنها. مرحلة التفكير ما قبل العمليات اللي هي تبدي من عمر 2 إلى 7 سنين تتميز بظهور اللغة اللي هي وسيلة حتى يمثل المؤثرات اللي موجودة عنده بالبيئة، لكن بنفس الوقت هو ما يكون قادر على أنه ينجز عملية عقلية تكون تحتوي أو تخضع لقواعد المنطق. لهذا سماها بياجي هي مرحلة ما قبل العمليات. هنا الطفل بهاي المرحلة يصير عنده تمركز حول الذات والتفكير الإحيائي، يعني ما يقدر الطفل يكون ما عنده قدرة على اعتبار أكثر من وجهة نظر لما يتفاعل ويا الآخرين، ينظر إلى الأشياء والأحداث من خلال رأيه هو ووجهة نظره هو الذاتية، واللي يحبه هو يحب الآخرين، واللي يشوفه هو صح معناها الآخرين لازم يشوفه صحيح، واللي يكرهه هو لازم يكره الآخرين. يعني مثلا إذا طفل يذهب للسوق ويطلب من عنده إنه يشتري حاجة على سبيل المثال هدية لأمه، يشتري لها ممكن أول ما يختار راح يختار مثلا سيارة، ما يختار مثلا على سبيل المثال قلادة أو ساعة، فالأشياء المناسبة له يعتقد هي نفسها مناسبة لأمه. أيضا بهاي المرحلة العمرية يضفي الحياة للأشياء اللي هو التفكير الإحيائي، فيعتبر مثلا إذا كانت درجة حرارة الشمس عالية فيقول إنه الشمس اليوم صار عصبية أو غاضبة، من يسمع صوت الشاحنة وصوت قوي يكون بالشاحنة يقول اليوم، يعني يقول إنه الشاحنة هي غاضبة لأنها تصدر أصوات عالية. هنا الأطفال طبعا يلصقون الأهداف والغايات الإنسانية أيضا بالجمادات لأنهم هم متمركزين يكونون حول ذاتهم، لأنهم ما عندهم مرونة بالتفكير، وبنفس الوقت ما يكونون قادرين على إجراء عملية الموائمة حتى يستجيب لمحيطات للمحيط الخارجي اللي هو بيه. نفس الوقت يسمي بياجي هاي المرحلة ما قبل المفاهيم، لأن هو يركز على جانب واحد والمفاهيم تكون عنده ناقصة. مرحلة العمليات المادية اللي هي من 7 إلى 12 سنة، تفكير الطفل بهاي المرحلة يكون أكثر منطقية ومرونة وتنظيم، ويكون قادر أيضا يكون يعني يميز بين الحقيقة بين الخيال، وبنفس الوقت ينتي تبرير أو ينطي أسباب لهاي التغييرات، يقدر يصنف الأشياء
يعني الطفل بعمر 8 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين يشوف صار عنده هواية، مثلا جمع الطوابع على سبيل المثال ويصنفها، أو العملات أيضا، وأيضا يصنفها بشكل صحيح، يكون عنده قدرة بنفس الوقت على المعكوسية، يعني يقدر أن ينتقل عقليا عبر سلسلة من الخطوات ويعكس توجهه. تتطور عنده عمليات التسلسل والتصنيف، يعني مثلا طفل يتعلم التسلسل حسب الطول مثلا بعمر 7 سنين، والتسلسل بحسب الوزن، يعني تسلسل الأشياء بالطول الواحد أو الوزن المختلف بالتسعة أو العشر سنين. يعني لو أخذنا مثلا مجموعة من العصي ورتبناها بالطول مختلفة الأطوال من الأقصر إلى الأطول، يمكن الطفل بهاي المرحلة يقدر يرتبها. يعني لما تقول له العصا ألف باء جيم أيهما أطول، يقدر يرتبها. بنفس الوقت يقدر يفهم مفهوم المكان، وبنفس الوقت يقدر يفهم المسافة. يعني لو أخذنا مثلا قلمين وخليناها على طاولة وخلينا مسافة بين هاي القلمين وملأنا هاي المسافة بورقة بعلب كبريت بأي شيء، ونسأل الطفل المسافة هذه بقت مثل ما هي لو طرأ عليها تغيير، نشوف الأطفال ما قبل العمليات راح يقولون إيه طرأ عليها تغيير، أصبحت المسافة مثلا أقصر. لكن هاي الأطفال، أطفال هذه المرحلة العمليات المادية، راح يجيبون بأن المسافة هي ما تتغير، وهذا يدل على أنه على قدرتهم على الاحتفاظ يكون بالمسافة. عندنا مرحلة العمليات الشكلية اللي هي من 12 سنة فما فوق. ميزات هاي المرحلة هي القدرة على التفكير المجرد، ويظهر عادة في مرحلة المراهقة. يكون الطفل في هاي المرحلة يكون قادر على التعامل ويا الفرضيات. ممكن لو تسأله مثلا سؤال، إذا نسأله إلى المرحلة اللي قبل مرحلة العمليات، ننطيه نقول له أحمد أطول من محمود، وبالتالي محمود هو أطول من أحمد. بالمرحلة اللي قبلها يشوف الأطوال ويقدر يحكم أنه من أطول من. لكن في هاي المرحلة العمليات الشكلية ما يحتاج أنه يجيب، يعني ممكن يجيب على الإجابة الصحيحة دون الحاجة إلى وجود الأشخاص أمامه حتى يقدر يجيب. فلهذا التفكير المراقب هاي المرحلة يتميز بخاصيته: الاستدلال الفرضي الاستنتاجي، لما يواجه المراهق مشكلة معينة يقدر يوضع نظرية ويقدر يستنتج الفرضية ويقدر يختبر هاي الفرضية بطريقة منظمة حتى يعرف أي من هاي الفرضيات هي أصدق تفسير المشكلة. والاستدلال المنطقي بشكل منطقي المقترحات طبعا حول مسألة معينة دون الرجوع إلى الظروف الأساسية أو ظروف الواقع الحقيقي. عندنا بياجيه والتدخل التربوي. بياجيه في كثير من المصادر أنا من أقرأ، هناك نقد إلى نظرية بياجيه، كثير من ينتقدون إلى نظرية بياجيه، وخصوصا النظريات الحديثة اللي هو أساسا بياجيه ما يؤمن بالتسريع من ناحية التحصيل. لكن هو يؤكد على أنه التركيز على عملية التفكير عند الأطفال وليس فقط المنتجات. يعني بياجي يؤكد على أهمية كيف يفكر الطفل، شلون يفكر الطفل، ما يهمه بيش يفكر أو بماذا يفكر. فيؤكد بياجي على أنه كيف يفكر الطفل، الطريقة التي تؤدي إلى تفكير الطفل وليس بما يفكر. التركيز على ممارسات تستهدف أنه الأطفال يشبهون الراشدين بتفكيرهم. يعني أكو آباء مثلاً أو مربين يجبر الطفل على أنه القيام بعمل معين، العمل ليس قد يكون جسدي أو جسمي، قد يكون حتى فكري، على أنه أنت كبرت، أنت اتصرت رجال، أنت نقدر نعتمد عليك. هنا أنا بياجيه يقول كل مرحلة عمرية لها مميزاتها ولها خصائصها، وفي نفس الوقت أكو فروق بين الأفراد وبين الجنسين، بين الفرد من الجنس الواحد وبين نفس الوقت بين الجنسين. ما يكون الاعتماد على الجانب النظري،
وإنما خلق موقف تربوي أو تعليمي. لأن أساسية نظرية احتياجية هو أساساً ما بناها على جانب نظري، هو أساساً بناها على من خلال مراقبته لأطفاله في مراحل النمو مالته. فلهذا استخدم هو الطريقة العيادية أو الكلينيكية، لهذا يأكد على الجانب التربوي، بالجانب التربوي والتعليمي، على الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري. يقول أنه المنهج الدراسي أو المعرفي الذي وضع بالمدارس لازم يتناسب ويا المرحلة الدراسية. يعني لا يمكن أن ندرس طالب بالمرحلة الابتدائية مناهج ومعارف تكون فوق طاقته العقلية، بحيث ما يقدر يفهمها أو يتصورها. طبعاً إعداد المعلم تربوي يساعده في تقديم المادة العلمية الصحيحة، ويتعرف يعني المعلم من يدرس لازم يعرف أنه هاي المادة تناسب المرحلة العمرية الطلابة، ويعرف القدرات العقلية والفروق الفردية، ويعطي كل فرد على قدر حاجته وقدرته. أطفال يتميزون داخل الصف تحصيليا، يتميز بحيث من تسأل سؤال المعلمة واحد أو اثنين من مجموع 20 أو 30 ممكن يرفعون يدهم للإجابة، لكن هذا ما يعني أنه عدد 28 طالب متوسط الذكاء عندهم هو واحد، فلازم تأخذ بنظر الاعتبار أنه المتوسط العقلي أو متوسط الذكاء الموجود بالصف. التفاعل ويا الطفل دائما لازم له دور تعليمي تعلمي. وضع الطفل في بيئة نشطة وفاعلة تسهيل عملية التعلم. طبيعة البيئة كلما زادت فيها المثيرات كلما كان الطفل أكثر انفتاحة واستخدام القدرات العقلية. فالمثيرات القليلة ما تخليه يفكر، ما تخليه يبدع، ما تخليه يصير عنده عصب ذهني، ما تخليه يصير عنده اهتمامات حتى في جوانب أخرى قد تكون اجتماعية أو أخرى. طبعاً دائماً تقول استمع إلى الطفل، استمع إلى الطفل وجاوب عن سؤاله، استمع إلى وجاوب عن سؤاله. لازم يصير أكو تعاون بين البيت وبين المدرسة، يعني بين المنزل وبين المدرسة. لا يمكن أنه يكون الثقل فقط على الوالدين، وفي نفس الوقت الوالدين كثير من الأحيان خصوصا إذا كان عندهم مرتبطين بدوام، الطفل يكون بالمدرسة مثلا يرجع من المدرسة يكون هو مؤدي فروضة المدرسية والمسؤوليات تقل. المتابعة هنا جدا ضرورية، فالتعاون بين المنزل والمدرسة بتنمية القدرات العقلية للطفل حتى لا يصير العبء فقط على الوالدين أو على المدرسين بالنمو العقلي والتحصيل. ممكن الطرفين يصير القيام بدورهم، إضافة إلى أنه متابعة الآباء والأمهات إلى المدرسة وحضورهم الاجتماعات، السؤال عن الطفل دائما، ليش هو مثلا في درس معين متميز، ليش في درس آخر هو غير متميز، أو درجاته في بالرياضيات عالية لكن درجاته بالتاريخ أو بالجغرافيا واطية. لكل حالة لها سبب، فعلى الوالدين في نفس الوقت بالتعاون مع المدرسين أو المعلمين يتوصلون إلى الحل. طبعاً دائماً يفضل أنه الأطفال يدربوهم على عن طريق إعطائهم نماذج سلوكية حية، يدرب على سلوك النقد والنقد الذاتي عن طريق يقدم أنه نماذج سلوكية حية. لهذا أنه ينصح دائماً المعلمين والمربين أنه في هذه المرحلة، خصوصاً المرحلة الأولى بالمدرسة الابتدائية، أنه وسائل التعليم لازم تكون مجسمة، مجسمة حتى يقدر الطفل يتحسسها، يلزمها يتحسسها، ويقدر يعني يقدر يشوفها بشكل واضح. النمو اللغوي بداية لازم أن نفرق بين لغة الأطفال وبين اكتساب اللغة عند الطفل، لأن لغة الأطفال عند علماء اللغة هي اللغة اللي يتكلم بها الأطفال ويا الكبار أو البالغين، ويختص بدراستها علم اللغة الاجتماعي. لكن اكتساب اللغة عند الطفل أو تعلم لغة أجنبية كلغة ثانية هي موضوعات من علم النفس، من علم اللغة النفسي عفوا. واكتساب اللغة هو دراسة المراحل المختلفة التي يمر بها الطفل منذ لحظة الميلاد حتى يستطيع أن يتحكم بلغة المجتمع الذي ولد فيه، ويستعملها عادة وغالبا عندما يكون في السنة الرابعة والخامسة والسادسة من عمره. عادة من يدخل المرحلة
المدرسة الابتدائية الطفل بهاي المرحلة يكون قد أتقن اللغة، اللغة الشفوية يكون قد أتقنها، باختلاف أو بنقوص في بعض المصطلحات أو الاكتساب للمفاهيم، لكن بشكل عام هو يكون أكمل اللغة اكتسابه في هذه المرحلة. هنا الطفل يستجيب دائما للمؤثرات المختلفة اللي بالبيئة، واستجابته تعتمد على نوع المؤثر، قوته، وما يمتلك من قدرات ودوافع واستعدادات يومية الفطرية. معظم البحوث اللي أجريت بمجال اللغة كان محورها أنه إحنا أو معرفة كيف يكتسب الطفل اللغة وكيف تتطور، وكيف تتطور وممارسة التدريس لها على أسس، طبعا هي لازم تكون لسانية في الدرجة الأولى ونفسية واجتماعية وتربوية. بعض النظريات عزت اكتساب اللغة وتطورها نتيجة عوامل مؤثرات بيئية اللي هي النظرية السلوكية. النظرية الفطرية تقول اللغة تتطور فعل عوامل فطرية تولد ويا الإنسان وتبقى وياه، وهي موجودة أيضا في داخله، لكن النظرية التفاعلية اللي هي تقول عبارة عن المزج بين العوامل البيئية وبين القدرات الفطرية. بهاي المرحلة يتميز النمو اللغوي عند الطفل من يدخل المدرسة الابتدائية يكون عنده قائمة من المفردات بحدود من 2500 إلى 3000 كلمة، وتكون أكثر حصيلة عنده من المفردات عن المرحلة اللي قبلها بنسبة 50%، يعني 50% المرحلة اللي قبلها يعني قليلة جدا عند المفردات، لكن من يدخل المدرسة الابتدائية تزيد عنده بنسبة 50%. هاي المرحلة هي مرحلة يقدر الطفل بها يكون الجمل المركبة الطويلة، وهاي المرحلة أيضا تنمي التعبير التحريري عنده وتزيد المحصول اللفظي والمفردات اللغوية والتراكيب والقدرة على التعبير. هاي الزيادة كلها تيجي من الممارسة. الطفل بعمر 10 و9 سنين و10 سنين يستطيع أن يركب جملة مبنية للمجهول ويفهم الضمائر أنا، أنت، هي، هو إلى آخره، ويقدر ويعرف يستخدمها في المكان الصحيح. متوسط أيضا عدد الكلمات أيضا يزيد عنده، وطبعا هذا إلى تأثير من البيئة المحيطة به. كل ما كانت البيئة الاجتماعية ثرية كل ما زاد عند الطفل طبعا القدرات العقلية ومن ضمنها اللغة والذكاء. إلى أثر بالبيت، عدد أفراد الأسرة، الأخوة، الأخوات، الأم تعمل أو لا، المستوى الثقافي الاجتماعي الاقتصادي للأب أو الأم، إذا كانت مثلا الأم تعمل، يعني الطفل مثلا عند بيبيته أو عند جده ما يحكون وياه مثل ما تحكي مثلا أمه، قد يكون أنه عنده أخوة وخوات يحكون دائما وياه. هذا كله يساعد على زيادة الكلمات وزيادة المفردات عنده. قبل ما يدخل الطفل للمدرسة يكون عنده استعداد لمهارة القراءة، لهذا يشوف هو يهتم بالصور والرسوم أكثر، تتطور عنده القدرة على القراءة لما يدخل المدرسة، يقدر يتعرف على الجمل ويربط، بعدين ينتقل إلى مرحلة القراءة الفعلية. إحنا في البداية من كنا نقرأ حروف، زرع، زايرة، عين، زرع. أصبحت فيما بعد القراءة يسموها التوليفية، اللي هي عبارة عن الجملة الكلمة بكاملها يحفظها. طبعاً هنا في هاي المرحلة يميل الطفل إذا كثرت القراءة وخاصة القصص اللي تستهوي، اللي هي مغامرات، بطولات، رحلات، والكتاب عادة يشوف كتب الأطفال دائماً ملونة لأنه الأطفال تستهويهم الألوان الجذابة. الكتابة هنا الطفل يسيطر عليها بشكل كامل بعمر 10 إلى 11 سنة، ويقدر يحسن خطه بنفس الوقت بعد مساعدة المعلم طبعا أو الأب والأم، وأيضا تتكون عنده ثروة لغوية، ويقدر وتكون عنده الحركة، يعني القدرة الحركية والبصرية قد نضجت تماما بحيث يساعده على الإمساك بالقلم، ويقدر يحسن خطه ويميل إلى الكتابة الجميلة. فلهذا نشوف أنه الطفل بعمر 6 سنين من يدخل المدرسة هي مرحلة تعلم الكتابة،
في وقت بعمر 4 سنين أو 5 سنين ما خلوها مرحلة تعلم كتابة، لأنه هو الأنامل مادة والعضلات البسيطة عنده بعدها مناضلة بحيث تساعده على أنه يلزم القلم ويقدر يمرن نفسه على الكتاب. كل ما تقدم الطفل بالعمر تزداد عنده الحصيلة اللغوية وقدرته أيضاً بنفس الوقت على التحكم باللغة. والحالة الصحية السليمة لها طبعاً تأثير كبير. الذكاء الأذكياء عادة يكون أكثر تقدم بالنمو اللغوي، والدافعية أيضاً تعطي الثقة وتشجع على النمو بالقراءة. العوامل البيئية الاجتماعية الاقتصادية، كثرة المثيرات، الحياة الاجتماعية بالأسرة، الحالة الاقتصادية أيضاً بنفس الوقت، الاختلاط مع الكبار، يعني أكو أطفال مثلاً دائما يكونون مع والديهم ويا المعلمات، يطلعون ويا امهم ويا صديقات الام مع الاقارب اصدقاء. هنا الاختلاط الطفل هنا راح يكون مع الكبار، من كل ما يكون مع الكبار راح يتقدم عند النمو اللغوي. وبنفس الوقت احنا لا ننسى انه هاي المرحله هي تعتمد على التقليد، كل ما يكون الطفل ويا الكبار يكون أكثر تأثرا بهم وبالتالي أكثر قدرة على الاكتساب من هذا الجانب اللغوي. عندنا دور المدرسة في رعاية النمو اللغوي. ضرورة استخدام طرق تعليم للغة تلائم مستوى النضج العقلي عند الطفل، وبنفس الوقت تكون تتماشى ويا استعداده الطبيعي وسنه ومزاجه الانفعالي. يعني احنا هنا لازم ناخذ المستوى النضج العقلي بالنسبه للطفل حتى نقدر نستخدم طريقه تعليم تكون مناسبه له. تشجيع الطفل على القراءه او قراءه الكتب اللي تتناسب ويا جنسه، عمره، ميوله، مستوى التحصيل مالته تساعده طبعا على انه ايضا هذا يرتقي باللغه وتوسع المجال الادراكي له. اكو قصص، كان قصص خاصه بالاطفال وقصص خاصه بالاولاد يقروها اللي تحتوي على المغامرات وعلى اللي تحكي على الفضاءات والرحلات، هذه ايضا تنمي الجانب اللغوي عنده. تشجيع الطفل على التعبير التحريري في المدارس الابتدائية، أكو درس باللغة العربية اسمه درس الإنشاء أو جزء من الدرس من اللغة العربية، من درس اللغة العربية عند إنشاء. هنا يطلب كان المعلم من الطلبة أنه يكتب له تحريريا على ورقة، يسجل أي شيء، يعني حدث مهم، تعليق على فتشي معين، يلخص قصة مثلا هو قراها، يكتب فتشي معين عن فتشي هو شاهده مثلا بالتلفزيون. هذه أيضا تشجع كلها على القراءة والكتابة بنفس الوقت. يشجعون الأطفال على القراءة الجهرية، يعني إنه أنت أقرأ بصوت عالي حتى يلاحظ الفروق الفردية. كلما يقرأ الطفل بصوت عالي ممكن نسمع الخطأ مالته، وبنفس الوقت نقدر نصحح هذا الخطأ دون السخرية منه، دون السخرية من الطفل. إضافة إلى أنه ضرورة تدعيم شعور الطفل بالأمن والطمأنينة حتى يشعر بأنه ماكو ضغوط عليه مثلاً، ماكو أحد راح يضحك عليه إذا 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 خطأ، المعلمة ما راح توبخه، أبو ما راح يبسطه مثلاً أو ما راح يعاقبه مثلاً. فنانا لازم يشعر بالأمن والطمأنينة في نفس الوقت. المعلمين لازم يصير عندهم كفاءة بالتدريس، يعني خلينا نقول زيادة كفاءة المعلمين اللي يقوم بتدريس اللغة، والتأكيد على استخدام اللغة الفصحى، وينصح بزيادة عدد حصص اللغة خاصة بالصفوف الأولى اللي هي صف يعني أول ثاني ثالث. زائد هذا انه المدرسة تقوم بزيادة عدد الدروس اللاصفية، الاكثار من السفرات، رحلات، معسكرات صيفية. هاي كانت قبل معسكرات صيفية، يشجعون الاطفال على التفاعل ويا الاخرين،
ياخذوهم سفرات الى متاحف، ياخذوهم سفرات زيارات مثلا الى حديقه الحيوان، ياخذوهم الى اماكن تكون بنفس الوقت ترفيهيه وفي نفس الوقت هي تعليميه. ان النمو الخلقي والاجتماعي، نعرف لانه احنا عندنا وقت محدد. الأخلاق هي القدرة على التمييز بين الصح والخطأ والتصرف بموجبها. ونمو الأخلاق اكتساب القواعد والأعراف والتقاليد اللي تنظم وتضبط ما يجب على الناس أن يفعلوا أثناء تفاعلهم لبعضهم البعض. هنا عندنا أن النمو الخلقي يتضمن هي التغييرات في الأخلاق أثناء النمو. قلنا أن الأخلاق هي القدرة على التمييز بين الصح والخطأ. من المهم انه يشير انه النمو الاخلاقي او الخلقي هو يتناسب طردي ويا النمو المعرفي. يعني التقدم بالنمو المعرفي من مرحله الى مرحله اخرى يشير ويا تطور اخلاقي. بس هذا راح يكون هل هو بالضروره؟ راح نشوف بعدين. النمو الاخلاقي هو اكتساب القواعد والاعراف والتقاليد اللي تنظم وتضبط ما على الناس ان يفعلوا اثناء تفاعلهم ويا بعضهم. علماء نفس النمو تفحصوا ثلاث أبعاد للتطور الخلقي، اللي هو شلون يفكر الطفل، يعني كيف يفكر الأطفال في قواعد السلوك الأخلاقي اللي يسماه بعد التفكير. يعني مثلا أحد الأطفال دا يمتحن وأكو صراع في داخله إنه يغش ينجح ولا ما يغش ويرسب. الآن المطلوب من الطفل أن يتخذ قرار، شنو اللي راح يسويه وليش؟ هنا أنا بالسلوك الأخلاقي، في قواعد السلوك الأخلاقي يركز على المبررات اللي يقدمها الطفل لما يتخذ هذا القرار. يعني مثلا هو من يغش لازم يعرف انه ليش، لازم يقول انه هو ليش، واذا ما غش لازم يقول انه هو ليش ما غش. البعد الثاني اللي هو بعد الفعل، يعني شلون يتصرف الطفل فعلا لو وضع في هذا الموقف. التركيز هنا أنا على السلوك، على سلوك الغش الممارس بالفعل والظروف المحيطة بهذا السلوك بعد التنفيذ الفعلي. يعني في دراسات في علم نفس النمو اللي تتناول أعمار صغيرة بالعمر، قد تكون 3 سنين أو 4 سنين أو حتى 5 سنين، من نريد ندرس في موضوع معين، أنا ما راح أقدر أسأله للطفل عن هذا الموضوع، لكن راح أعرض إلى يا أما قصة أو فيلم فيديو وأطلب من الطفل أنه ينطيني رأيه باللي هو شافه. هنا أنا بهاي الحالة راح يعكس الطفل وجهة نظره عن الآخر، فنشوف نقول له مثلا أنه هذا الطفل غش، يغش يقول إيه غش ليش، هاي ليش تعكس وجهة نظره هو. البعد الثالث اللي هو بعد المشاعر، لماذا يشعر الطفل نحو المواقف الأخلاقية؟ يشعر الطفل بإثم يخليه بحيث أنه يمنعه عن ممارسة الغش، وإذا مارس الطفل الغش مشاعر الذنب تمنعه عن ممارسة هذا الفعل مرة ثانية، هذا يسمى بعد المشاعر. من ناحية أخرى نظريات النمو الأخلاقي تقول أن الضمير يبدي عادة بالتشكيل بمرحلة الطفولة المبكرة، وتقول أنه أخلاقيات الطفل بهاي المرحلة تكون هي خارجية وضبطية، يعني يضبطها الراشدين من حوله، يعني يكون متأثر بالراشدين اللي أكبر من عنده. بعدين تتحول الضبطية الخارجية المشاعر والضبطية تتحول إلى ضبطية داخلية، يعني الأخلاقيات تتحول إلى داخلية بموجب معايير يكتسبها هو الطفل من داخل نفسه. نعود إلى تحليلات إلى البعض، نشوف أنه مثلا التحليل النفسي فرويد يقول أنه يؤكد على الجانب الانفعالي لنمو الضمير بشكل خاص بالتوحد والإثم اللي هو اعتبرها دافع للسلوك. التعلم الاجتماعي تركز على الفعل الأخلاقي وشون يتعلم الطفل من خلال النموذج أو التعزيز، لكن نظريات النمو المعرفي أو الجانب المعرفي تركز على القدرة على التفكير، يعني قدرة الطفل على التفكير
لتبرير العدل والعدالة، لتبرير الحالة. بالنسبة إلى المعايير الخلقية، إحنا نقول إنه كثير من الناس اللي يكونوا متمركزين حول بيئة معينة أو حول حضارة معينة يشوفون إنه هم اللي الفعل اللي هم يفعلوه هو الأخلاق، وإن ما يفعله الآخرون اللي ينتمون إلى بيئات أخرى أو حضارات أخرى أو إلى دول أخرى هي بعيدة عن الأخلاق. بالواقع أن الكل حضارة بكل عصر لها معايير خلقية متباينة، يعني ما لا توجد معايير مطلقة تتفق عليها جميع الحضارات إلا في أضيق الحدود، والأطفال يكتسبون معاييرهم الاجتماعية والخلقية من خلال التنشئة الاجتماعية، والمعايير الخلقية لا تتطابق دوما مع السلوك. فما محرم مثلا، ما محرم في بلاد قد يكون محلل في بلاد آخر، وأحيانا تكون هاي الاختلافات بالمعايير الخلقية حتى داخل قد يكون الأسرة الواحدة، البيت الواحد، البلد الواحد، المجتمع الواحد. هناك عدد من الأمور حول اكتساب المعايير الأخلاقية. يقول أنه الأطفال يولدون هم لا أخلاقيون، يعني ليس بقصد من عدة أنهم يعني يكونون سيئي الخلق، لكن هم ما يعرفون شيء عن الأخلاق، يكتسبون الأخلاق من المجتمع اللي يتربون به وينشؤون به ويعيشون به. الأطفال طبعا يكونون فعالين بالتعلم ويكتسبون أنماط السلوك والقواعد. يكتسب الأطفال القيم الشخصية والمعايير الأولى من الوالدين وبقية أفراد الأسرة. أول ما يتعلم الطفل هو من الأسرة، أول ما يتعلم الطفل هو من الأسرة، أي معايير يكتسبها أول ما يأخذها من الأب والأم. الأصول الخلقية الأولى اللي ترتبط بمواقف محددة، يعني تكرار الموقف تكون لا عمومية، وتختلف مفاهيم الطفل طبعاً المبكرة عن 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 طبيعة مفاهيم الكبار، وتفكير الأطفال بهذا الأمر في هذا الأمر يختلف نوعياً عن تفكير الأطفال، يختلف تفكيرهم عن تفكير الكبار. تتغير مفاهيم الطفل الخلقية وتفكيره بشكل عام بالقضايا الخلقية بتغيير المراحل، يعني تشوف أنه الطفل اللي بعمر 6 سنين تفكيره الخلقي يختلف عن 8 سنين أو يختلف عن 10 سنين. والمفروض بحسب نظرية بياجي أنه الإنسان أو الطفل كل ما تقدم بالعمر هو عنده يصير زيادة بالجانب الخلقي. عندنا سؤال نطرحه دائما، السلوك الخلقي هل هو ثابت؟ هل هو ثابت السلوك الخلقي؟ يعني هو كثير من الناس يعني يسألون عن سمات الشخصية وكأن هي ثابتة، وخاصة السمات الخلقية هل هي ثابتة أو مثابتة. كثير من الدراسات اتضحت أن السلوك الخلقي ما يتسم بالثبات، فالنزيه هو ليس نزيها دائما، واللص هو مو دائما لص دائما. دراسات استعرضت انه واستنتجت انه الفرد يكون سلوكه اخلاقي عندما تكون المواقف اللي يواجهها كثيره الشبه، تكون متشابهه المواقف، تكون متشابهه، او لما يوصل مرحله من التفكير التجريدي اللي يسمح له انه يطبق المبادئ الخلقيه على مواقف تكون مختلفه ما تكون متشابهه. السلوك الخلقي للأطفال أقل ثبات، وأن الأطفال بشكل عام مثلاً على سبيل المثال نعطي المثل يغشون في بعض الأحيان، وإذا شفنا أنه طفل يعني غش في موقف معين ما نقدر نتبأ فيما بعد إذا كان راح يغش في موقف آخر أو لا، يعني هو غش في الامتحان أجبه هل هذا راح يخليه يغش في موقف آخر أو لا. ويبدو أنه سهولة بالنسبة إلى إمكانية الغش ومدى سلامة عواقب الغش، يعني حتى العواقب ما يعرف أنه هو من يغش إلى فيما بعد مثلاً أكو تطبيق مثلاً بالقانون،
شنو العواقب ما تلغش؟ راح ينفصل مثلا، راح تسحب الورقة من عنده، راح يطلعوه من قاعة الامتحان. ومدى سلامة عواقب الغش ولما يغش بقية الأطفال قباله. يعني هنا أحيانا يصير السلوك يصير جمعي، لما تستحسن الجماعة أو جماعته الغش، فإنه احتمالات الغش بشكل عام راح ترتفع. فلا توجد علاقة بين الأحكام الأطفال الخلقية وبين السلوك الخلقي. الحكم واحد والسلوك بنفس الوقت يكون بجانب آخر. عندنا ممارسات تربوية لتعزيز، شلون أعزز أني النمو الخلقي عند الأطفال. مناقشة المشكلات الأخلاقية طبعا المشتقة، يعني أنا أطلب مثلا، أطلب من الطفل ينطيني فد مشكلة أخلاقية وأني أناقشه على ضوئها. أطلب من الأطفال أنه يفكر لي في مشكلة مثلا صارت قصة. نكثر مثلا دائما من سؤال الطفل. الطفل عادة من يعرف، من يسأل وتنطي جملة ويسأل لماذا، هو دائما شوف الطفل دائما، ابنك أو بنتك من قاعد تتفرج فيلم أو مسلسل أو أي شيء بالتلفون، دائما يسأل ليش ليش ليش. كثرة طرح الأسئلة يقدر من خلالها أنه يستنتج كثير من الأمور اللي تخليه بالصح أو الخطأ. الاكثار من الامثله المدرسيه، احترام اراء الطلبه وتقدير مشاعرهم وافكارهم. عاده التعليم يعني اكتساب القواعد الخلقيه من البيت او من المدرسه. من البيت ياخذها بالدرجه الاولى، لكن دور المعلم او دور المعلمه في هذا الجانب هو جدا مهم. استخدام الكلمات النابيه من قبل المعلم أو المعلمة بالنسبة للطالب، هذا تخليه يشعر أنه ممكن يتعلمها في نفس الوقت، ممكن تخليه أنه يبدي يضوج من المعلمة لأن هي استخدمت فد كلمة نابية مثلا في حقه، وبالتالي طبعا هذه راح تصير عليها تبعات أخرى، أنه هذا ما يقبل يدخل مثلا المدرسة أو ما يقدر يدخل الصف. دائما نخلي نطابق دائما القول ويا الفعل، يعني خصوصا في البيت. يعني أنا من أعلم الطفل ابني مثلا على عدم الكذب، لازم في نفس الوقت أنا ما أكذب. يعني أنا من لازم أكون قدوة أنا بالنسبة لابني. إذا دق الجرس على سبيل المثال، وهذا مثال إحنا دائما ننطيه، مثلا يقول له إنه بابا وين؟ الأب ممكن يقول للابن إذا علي يقول له أنا ما موجود، على سبيل المثال. فهنا الطفل راح يصير، راح يتعلم، راح يتعلم شغلتين، او راح يتعلم موضوع الكذب، والشغله الثانيه انه راح يعرف انه ابوه هو مثلا كذاب، فهذا طبعا لا يجوز. طبعا لازم نبني بناء، يعني نبني مفاهيم ذاتيه ايجابيه بالنسبه للطفل، الصدق، الامانه، الشجاعه، التعاون، الغيره، الايثار، كثيره من المفاهيم اللي احنا نقدر نقدمها للطفل في هذه المرحلة العمرية. يعني مثلا احنا نقدر عند الطفل بالمدرسة مثلا نناقش واحدة من المشكلات اللي هي موجودة مثلا عندهم، اللي موجودة عندهم يعني موجودة عندهم بالصف او بالحياة الصفية، اللي تتطلب ان ينتبه المعلم إلى بعض الملاحظات اللي تقوي روح التعليم الخلقي مثلا عنده. طبعا المعلم اللي هو خلينا نقول
المعلم الشاطر، المعلم النشط، يعرف شنو اللي يقدمه هو للطلبة، واللي ما يفعله الطلبة بالصف يكون هو أكثر وأقدر الناس على أنه يخلق هذه الأجواء المناسبة للتعليم الخلقي، والمفروض تكون هي تتصل بالثقة بين المعلم وبين الطلبة. النمو الاجتماعي، النمو الاجتماعي هو قدرة الفرد على اكتساب الأنماط السلوكية المقبولة اجتماعيا اللي تراعي القيم والعادات والأنظمة والمعايير وتقاليد المجتمع اللي يعيش فيه، يعني قدرة على التكيف والتطبيع الاجتماعي. يعني هنا تزداد قدرة الطفل على العمل الجماعي. بداية هاي المرحلة يكون من الصعب الطفل إنه يشترك بمناقشة مثلا، اللي يقدر ممكن احنا نسميها اخذ وعطاء، يعني ياخذ وينطي يعني بالكلام، وكثير ما يبتعد بالنقاش عن الموضوع الاساسي. لكن بهاي المرحله العمريه يقدر يوصل الى مرحله يتمكن الطفل من يناقش حول موضوع واحد، وان يكون اكثر فعاليه بالمناقشه خصوصا ايضا الجماعيه، ويتعلم احترام قوانين قواعد اجتماعيه، واللي أساسا طبعا تكون ضرورية، لأنه النمو الاجتماعي هو النمو الأخلاقي. حقيقة النمو الاجتماعي هو النمو الأخلاقي، جزء من عنده. بهاي المرحلة العمرية، لأنه كبر الطفل ودخل المدرسة، راح يكون عنده احتكاك أيضا بجماعات الكبار، يكتسب معاييرهم، اتجاهاتهم، قيمهم. المدرسة تعتبر مختبر للعلاقات الاجتماعية، هي اللي تطبع الطفل وتخليه بإطار أخلاقي مقيد بنظم وقواعد وتقاليد. وعادة إحنا نعرف كل زين، بما أنه أكو نظام أكو قانون، يعني لازم أكو رادع، يعني هي ما لا يعني ما تكون الأمور بشكل تكون فاسحين المجال من المدرسة أو من الأب أو الأم للطفل. لازم يعرف الطفل انه عند قيام بسلوك معين ويكون هو خاطئ، لازم اكو عقاب. بس العقاب هنا ما يكون عن طريق الضرب، لانه عاده هو الضرب من العقابات المرفوضه. قد يحرم الطفل مثلا من شيء يحبه، ممكن يحرمه من ايباد، ممكن يحرمه من طلعه، ممكن يقول له انا راح اطلع عند العصر انا وامي وخواتك، بس ما يعني ما اخذك وياي. ممكن، لان هذا تطبيق هذا القانون او هذا الرادع هو اللي خلينا نقول حاله التاديب تكون موجوده. وبالمناسبه هذا القانون موجود حتى على الكبار، يعني احنا في هاي المراحل العمريه نعرف انه من نوقف بالترافيك والاشاره هي حمراء واحنا نطلع خضراء، معناها احنا خالفنا القواعد. ومخالفه القواعد معاقبتها مثلا على سبيل المثال هي الغرامه، وهذه وحده ايضا معده. فهذا الردع يكون موجود للصغار بنفس الوقت وللكبار. كل ما يزيد الوقت اللي يقضيه الطفل ويا الجماعة ويا أصدقائه باللعب وبالمدرسة وبنشاطات المدرسة وبالصف، ازداد التأثير، واحد يأثر بالآخر. يعني هاي المرحلة العمرية الصداقة الطفل كلش مهمة مع الآخرين. وكل ما كان ارتباط الأب يكون ضعيف بأبنائه، كلما كان هو ميال لسلوك الجماعة. يعني عادة أكو كثير من العوائل يكون الأب علاقته مو جيدة ويا ابنه، يعني يا أما يكون ميال إلى غيره مثلا على سبيل المثال، أو قد يكون بظروف معينة متزوج أخرى، عند مثلا شغل كثير خارج البيت، فتكون العلاقه ويا الابن ليست جيده. لما تكون هاي العلاقه بين الاب والابن غير جيده، فالابن راح يلجا الى الرفاق، فراح يكون يتاثر بيهم اكثر. كل ما كان الطفل يحس انه هو عنده فد مكانه بين جماعته او بين اقرانه، ويشعر انه الاخرين هم يقدروه، فيشعر تقدير ذات بالنسبة له. خصوصا كلما كان تأثير هاي الجماعة وسلوكها
أكثر من الأطفال اللي أكو أطفال مثلا المراكز العادية أو الأدنى عندهم، مو كلش عندهم مراكز ضمن المجموعة، بس يحس إنه هو نفسه هو يعني الرئيس مالتهم على أو الكابتن مالتهم. فنانا يشعر إنه هو فد شيء محبوب، فد إنسان محبوب، فد إنسان مطلوب، فد إنسان مرغوب. فتشعر إنه نفس الوقت يشعر إنه هو عنده شعبية بين جماعته. بياجيه قسم مراحل النمو الاجتماعي للأطفال لثلاث مستويات: تصرف ذاتي اللي هو يعمل الطفل بها وفق رغبته الخاصة اللي يعني بداخل البيت، التصرف عن طريق الاتصالات ويا المجموعة، يعني الطفل يعمل ويشارك وياهم ويساعدهم إذا أكو أعمال أو إذا أكو نشاطات تمثل، طبعا هي هاي المرحلة مرحلة الدراسة الابتدائية، مرحلة احترام يكون بين وجهات نظره وبين وجهات نظر الآخرين اللي يتم بيها الطفل يقدر العمل الجماعي، وبنفس الوقت راح يكتسب قيم الجماعة واللي هي أيضا تمثل هنا راح تمثل مرحلة الدراسة أو المدرسة الإعدادية. هناك عوامل مساعدة للنمو الاجتماعي اللي هي مثلا على سبيل المثال النمو اللغوي. لما يكون النمو اللغوي جيد بالنسبة للطفل، هذا يساعده على التواصل مع أصدقائه ومع جماعته بسهولة وبيسر، يعني إمكانية تبادل الأفكار، المناقشات تفتح أمامه آفاق جديدة حتى يندمج مثلا ويا الجماعات المدرسية الأخرى. الحالة الصحية للطفل، لما تكون الحالة الصحية جيدة للطفل تساعده على التواصل، إنه يندمج ويا المجموعة ويشاركهم الأنشطة المختلفة ويتفاعل وياهم. لما تكون الحالة الصحية للطفل غير جيدة، يعني على سبيل المثال لا سمح الله مصاب بمرض مثلا أو تغذية قليلة عنده لأسباب صحية أخرى، تشوف أنه ما راح يقدر يطلع ويلعب، ما راح يقدر يلعب ويا الجماعة، يدقون الجرس عليه مثلا وأمهم تقول لهم لا والله تعبان ما يقدر يطلع يلعب وياكم، بالمدرسة مثلا ما يقدر يشارك جماعته من يلعبون طوبة أو كرة قدم إلى آخره. فالحالة الصحية أيضا مهمة بالنسبة للطفل. النمو العقلي للطفل، النمو العقلي يساعده، المرحلة اللي هو هسه وصل بيها من النمو العقلي يساعده على تحسن فرص نجاحه بالتفاعل الاجتماعي والآخرين، وعلى إدراك وجهات نظرهم بنفس الوقت، يتوقع ردود أفعالهم بما يقوم هو به من فعل، وهذا طبعا مقابلة يتيح إلى التصرف ما يؤدي إلى أنه تقبله من قبل الجماعة واستمرار تفاعله وياه واشتراكه بالأنشطة وياه. القدوة والنموذج، الطفل هنا يتعلم السلوك الاجتماعي من خلال ما يلاحظه من سلوك الوالدين، أخوته أمام أخوته أو جيرانه أو أي مجموعة أخرى، وأيضا ما يراه من سلوك المدرسين أو من أي سلوكيات أخرى. عفوا، نتحول إلى المحور الأخير لأنه الوقت بدأ ينفذ، اللي هو حاجات الطفل النفسية. حاجات الطفل بشكل عام، هي الحاجة هي افتقار الفرد بشيء ما يترتب عليه توتر وقلق تدفع الفرد إلى نشاط معين. حاجات الطفل، الحاجات تنقسم إلى قسمين: حاجات طفل عضوية وحاجات طفل نفسية. طبعا هي أكو أكثر بس يعني إحنا اللي يهمنا. العضوية نتناول العضوية لأن تأثيراتها تكون مثلا نفسية، يعني مثلا على سبيل المثال الحاجة إلى الجوع والعطش هي حاجة فيزيولوجية صحيح، لكن الكثير من عناصرها وهم فيزيولوجي نتيجتها، يعني بما تثير الدافع إلها لكن بمواد خارجية، إشباعها يتم بمواد خارجية،
لهذا يجب أن الآباء والمربون لازم يوعون نصب أعينهم أن الطفل إذا كان جائع غالبا ما يكون سهل الإثارة وعديم الانتباه. لهذا نشوف أنه في بعض المدارس أو في مراحل اللي المرحلة الابتدائية أو حتى الروضة حتى المدرسة الابتدائية ينطون عندهم وقت محدد، ساعة الغداء مثلا أو نص ساعة للغداء حتى يأكل الطفل ويشرب حتى تقل نسبة القلق والعصبية عنده. حاجة الطفل إلى درجة الحرارة المناسبة لجسمه. غرفة الصف أو الدراسة إذا كانت حارة جدا أو باردة جدا راح تخلق جو عنده يكون ما تخليه مستقر، وما راح يقدر يتقبل الدرس ويقدر يفهمه. وهذا موجود يعني في بعض الدول، يعني درجة الحرارة مثلا جدا عالية، ودرجة الحرارة على سبيل المثال 50 أو 48، وبنكلو أكلو ماكو مروحة، وأطفال لازم يفهمون اللي تقول عليه اللي تشرحها المعلمة أو اللي تطرحها المعلمة أو المدرسة، وإحنا نجبر الطفل على أنه يفهم هذا الشيء. فدرجة الحرارة إذا كانت حارة أو باردة تأثر بالطفل. تخليص الجسم من الفضلات الزائدة أو الغير اللازمة هي حاجة عضوية يترتب على عدم إشباعها القلق وسهولة الإثارة. الإخراج الكافي المنظم لفضلات الجسم هي حاجة فسيولوجية، وأنه يعانون من إشباع هذه الحاجة غالباً ما يكونون سريعي الإثارة وغير موفقين في عملهم الدراسي. لهذا نشوف أنه دائماً الطفل من يطلب من المعلمة يقول لها أني أريد أروح إلى الحمام يجب أن تسمح له. معلمات ما يسمحون أو مدرسين ما يسمحون. الحاجة إلى ممارسة النشاط واللعب وتناول العالم الخارجي، إشباع هاي الحاجة يؤدي إلى نتائج سارة في الحاضر، ونتائجها أيضاً على المدى البعيد تفوق هذه القيمة بنفس الوقت البيولوجية. الحاجة الوالدية اللي هي دافع الوالدية من أبوة أو أمومة، نشوف اهتمام الأم ورعايتها بالطفل، وهذا دلالة على أنه دافع الأمومة هو دافع طبيعي أولي وغير مكتسب، لكن لا لكن يجب أن ما يقتصر هذا الدافع على سلوك الأب أو الأم نحو الطفل. جزء من هذا يكمن بسلوك المدرس يعني أو أي شخص يكون هو راعي للطفل. يعني مثلا المدرس أو المدرسة تكون هي بديل عن الأم أو بديل عن الأب في داخل الصف. يعني يكون الأب أو الأم، المعلم أو المعلمة هو أب أو أم سايكولوجي للتلميذ، ما دام يؤدي وظيفة اللي هي وظيفة الوالدين داخل الصف. الحاجات النفسية أولها هي الحاجات النفسية كثيرة جدا، يعني إذا أريد نخليها راح تصير قائمة طويلة جدا، لكن ناخذ الأساسيات اللي متفق عليها من الجميع. والشعور بالأمن العاطفي، يعني بمعنى شعور الأطفال بأنهم محبوبين كأفراد ومرغوب بهم بنفس الوقت، وأيضا الآخرين يحبوهم ويعتزون بهم. وخصوصا هذه طبعا هذا الحب والأمن النفسي في الطفولة المبكرة مهم جدا للناحية النفسية والناحية العقلية وجميع مراحل جميع أنماط النمو لشكل سليم. الشعور بالتبعية والانتماء، الانتماء أولا هو للوالدين بالدرجة الأولى، ثم إلى الجماعات اللي يكونها الطفل. يعني مثلا أكو جماعات يكونها الطفل، فرق رياضية، بالنوادي، بالجمعيات. طبعا الحاجة إلى هاي الحالة هو أو إلى هاي الجماعة هو يشعر أنه هو يريد يعيش ويا جماعة معينة. شعوره إلها يرتبط بالحاجة إلى المودة والعطف، يعني هذا طبعا نتيجة طبيعية لهذه الجماعات، لأن يعني الألفة اللي تخلقها المحبة داخل الأسرة تؤدي إلى محبة وولاء إلى هذا المجتمع الصغير. تنتقل الحاجة إلى الانتماء للجماعات الأخرى. لهذا نشوف أن المربين والآباء يجب إشباع ميول الطفل الأنانية سواء كانت حاجته إلى الحب أو للانتماء، لحد ما يصل بالنضج إلى مرحلة الغيرية. يعني أنه ما نفرض على الطفل
من البداية أن التضحية بذاته من أجل الجماعة. يعني الطفل دائما يشعر أنه هو يرغب أنه يكون هو كل شيء في أسرته. لهذا نشوف ما يتحمل قدوم طفل آخر جديد إلى الأسرة. هنا دور الوالدين راح يكون أنه لازم ما ينتقصوا من قدر الحب له، وأشعره أنه هو الكل إلك. يعني إذا أريد أقول له مثلا أنه أنت مكانتك واحد، وأيضا الطفل الثاني إلى مكانته، أنت أحبك وأيضا الثاني همين أحبه، هذه فتحالة منطقية ما يفهمها الطفل. فلهذا ما داعي أفهمه إياه، ما دام هو يشعر بالسعادة لما يشعر أنه أنت مفضلة عن الآخرين أو عن الطفل الجديد، خليه على هذه الحالة لحد ما يكبر، وبتقدم العمر والسنين تتغير الحالة عنده. هنا المدرس داخل الصف لازم يقابل الطفل بابتسامة ومودة وعطف، وإشعاره أنه هو كل شيء عند المعلم بنفس الوقت، مقبول كعضو بالجماعة ويقدر كشخص إلى مواهب، وضروري الاندماج في جماعة معينة، ويعدل أيضا تقديره واهتمامه. الشعور بالمركز الاجتماعي، يعني أن يكون معترف به وأن يصغون إليه وأن يشوف تقدير الأب والأم إليه والمعلم والمعلمين وأيضا جماعته. وأحيانا يزيد عن هاي الحاجة بأنه مطلوب، هو ما فقط أنه مو فقط أنه محبوب أو مقبول، لأن هاي الحاجة هي أهم الحاجات والعوامل اللي تدفع إلى النجاح بالحياة. الإنسان يحس أنه هو نفسه ما مرغوب أو مكروه أو غير مقبول، ما راح تشوف عنده إنجاز، يعني إنجاز قد يكون أو نجاح في مجال حياتي أو في مجال علاقات أو في مجال تحصيلي أو في مجال مدرسي، وبالتالي ما راح تتكون عنده شخصية سليمة. لكن من يشعر أنه هو مطلوب مو بس محبوب ومقبول، لا، نانا راح يصير عنده تتكون شخصية سليمة. التوافق ويا الآخرين داخل الأسرة وخارج الأسرة، يتعلم الطفل التوافق بين رغبته ومطالبه وبين حقوق الآخرين ومطالبهم. يعني مثل ما إلي إلك، لازم يعرف إذا هو يفهم إنه يفهم الطفل إنه حقوقه تقابلها حقوق لغيره في هذا الشيء. كثيرة من الحاجات النفسية اللي يحتاجها الطفل، يحتاج الإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، الدين اللي ينتمي إلى، العقائد، اللعب جدا مهم، إنه هي واحدة من الحاجات النفسية، زائد إنه هي وسيلة للتفريغ. فلهذا نشوف إنه كثير من الأطفال اللي يكونون تكلمنا عنهم ذوي النشاط الزائد ينصحون إنه يدمجون في جماعات باللعب لتفريغ الحالة اللي موجودة عندهم. الاستقلال الذاتي ضمن الأسرة، هو عادة هاي المرحلة هو يشعر بالاستقلال أو يميل إلى الاستقلالية، بس من يشوف أنه هو أصبح يعني عنده استقلالية في ذاته داخل الأسرة، هذا يشعره بالأمان بنفس الوقت. ينمي القدرات العقلية، يكتسب قيم دينية واجتماعية وأخلاقية، التنفيس عن رغباته المكبوتة، الحاجة إلى سلطة تكون ضابطة وتأديب. الحاجة إلى سلطة ضابطة وتأديب ليس معناها القساوة من الأب أو الأم، أو التأديب يختلف عن العقاب، والسلطة الضابطة يجب أن توزع بين الأب وبين الأم. لا يكون الطفل دائما يخاف من الأب، بابا راح يجيني راح أبسطك، بابا راح يجيني راح يعاقبك، بابا راح يجيني راح يسوي لك كذا. ليكون التقسيم بين الواجبات هذه بين الأب والأم. البحث عن والاستطلاع والاكتشاف، اكتساب مهارات والقدرة على التفكير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكر الأستاذة على هذه المحاضرة الرائعة جدا. بالنسبة لتدخلي سيكون في إطار تتمة ما كانت الأمس، فالسؤال الذي سيكون اليوم إن شاء الله تعالى هو: كثيرا ما نلتزم بهذه التوجيهات، نعم نجدها نعم ده أسمع. كثيرا من التوجيهات التي نجدها في علم النفس النمو، كثيرا ما يطبقها سواء الآباء أو المسؤولون عن التربية، لكن في بعض الأحيان نجد بأن ذلك الطفل لم تظهر عليه النتائج التي كان ينبغي أن تظهر، النتائج المنتظرة. فما هي التفسيرات التي يمكن أن تقدمها الأستاذة حول هذا الموضوع؟ لا والله ما سمعت. ممكن تكرر السؤال دكتور محمد، كأنه بده توضيح شوي فكرة. لا سأعيد، بالنسبة قلت هذه التوجيهات المتعلقة بعلم النفس النمو، كيف نحسن تربية الأبناء وكيف نحقق لهم تربية نفسية سليمة، في بعض الأحيان يلتزم المربون أو الآباء بما ورد في علم النفس النمو، ثم نجد بعض الأبناء لا تظهر عليهم هذه النتائج المنتظرة. نعم هذا هو السؤال، فهل من تفسيرات يمكن أن نجدها لهذا السلوك الذي يختل رغم أننا نلتزم ظاهريا بتلك التوجيهات التي وضعها علماء النفس؟ نعم وصل السؤال دكتورة. جزاكم الله خيرا. نعم دكتورة، أنا سمعت السؤال. طيب جزاكم دكتورة الله غادة، أنت معي؟ خيرا. طيب أنا لا أدري، يعني ربما لا نعم نعم هي معي الآن على الهاتف دقيقة واحدة. نعم أستاذ. طيب الدكتورة، السائل يسأل يقول: بعض الأحيان الآباء أو المعلمين يلتزمون بتعليمات علم النفس التربوي ويطبقونها، ولكن النتائج على الأطفال لا تكون هي المرجوة ولا تكون هي المطلوبة، فأين المشكلة هنا وأين الخلل في هذه القضية؟ كثير من الآباء والأمهات اللي فهمت من السؤال يكونون عارفين بعلم نفس تربوي لكن ما يطبقوه. الكثير من الآباء والأمهات، إحنا عادة المشكلة إنه في كثير من العوائل إنه نربي أطفالنا مثل ما إحنا تربينا، وتعاقب السنوات يختلف من سنة إلى أخرى. فلهذا نشوف إنه كثير من الآباء والأمهات يعرفون العلم ويعرفون النظرية ويعرفون السبب لكن ما يطبقوه، لأن هو متعود على نمط تنشئة اجتماعية من الصغر، فيطبق ما تعلمه يطبقه على أولاده. طبعا هذا فتشي هو جزء من عنده يكون صحيح وجزء من عنده يكون خاطئ. الجزء الخاطئ انه قد ما تتوالم هذه نمط التنشئه هذه في مع اولاده. والجزء الصحيح قد يكون هناك بعض المعايير اللي يكتسبها، بعض المعايير الخلقيه او الجانب الاجتماعي اللي يكتسبه قد يكون هو موالم بالنسبه للطفل. نعم استاذ. هناك نعم نعم دكتورة، في حالة تطبيق الآباء أو المعلمين لأساليب التربية ولكن لا تظهر هذه الأساليب على الأطفال، فهنا أين المشكلة؟ يعني الآباء والأم الآباء يطبقوها على الطفل لكن نتائجها ما تطلع عند الطفل؟ نعم يعني قد يكون مثلا أنا من أعلم الطفل على سبيل المثال أنه هذه مثلا السرقة حرام، أو الغش، أو الغش هو يعني جانب اجتماعي وجانب ديني، إن كان السرقة وإن كان الغش. فأني لما أعلمه في مرحلة عمرية معينة أعلمه أنه السرقة على سبيل المثال هي لا يجوز. من يجي الطفل من المدرسة، خلينا نقول صف السادس الابتدائي، وبيده قلم والقلم مو إله، مثلا ماخذه على سبيل المثال من صديقة، فأني من أسأله أقول له هذا القلم لمن؟ من يقول لي أخذته من صديقي، من أسأله صديقك عنده علم أنه أخذت القلم من عنده؟ فإذا أجابني أنه صديقي ما يعرف، بما معناه أنه هو سرق من صديقه.
إذا أنبت أني على هذه الحالة بما معناها أنه نبهت أنه هذا السلوك هو سلوك غير صحيح وممكن يعاقب عليه لو أعيدت الكرة عليه، لكن في نفس الوقت لو ما أعطيت للموضوع أهمية ولا مبالاة راح يعتبر أنه هذا السلوك هو سلوك صحيح وممكن يطبقه. في مراحل عمرية معينة لحد 5 سنين أو 6 سنين إحنا بنعلم الطفل على سبيل المثال أنه السرقة هو حرام أو عيب يرفضها المجتمع، القانون، الدين إلى آخره. إذا ما تعلمها في هذه المرحلة العمرية ما راح يقدر يتعلمها بعدين. وإحنا قلنا هناك سلوك عند الطفل اللي يحكم عليه هو شكل، هو يعرف أنه السرقة حرام لكن هو يسرق فيما بعد. فالمرحلة العمرية جدا مهمة بالتعليم. نعم أستاذ. في دكتورة كوثر كاظم حقيقة طرحت السؤال كتابة أيضا عبر الشات وعبر الخاص، تقول شكرا، ذكرت الدكتورة أنه لا يجب إلا أن نحث الولد على التخلي عن أنانيته وننمي شعور الغيرية عنده لأنها حالة منطقية لا يفهمها. السؤال كيف يمكن التعامل مع الولد في حال قدوم مولود جديد وكيف يتفهم حب واهتمام الأهل بإخوته، في أي عمر تنتهي هذه الحالة عند الطفل؟ أرجو نقل السؤال للدكتورة. نعم دكتورة، هناك سؤال يقول أنه يقول السؤال يقول شكرا، ذكرت الدكتورة أنه لا يجب أن لا نحسد على التخلي عن أنانيته وننمي شعور الغيرية عنده لأنها حالة منطقية لا يفهمها. نعم. السؤال كيف يمكن التعامل مع الولد في حال قدوم مولود جديد وكيف يتفهم حب واهتمام الأهل بإخوته وفي أي عمر تنتهي هذه الحالة عند الطفل؟ نعم، الطفل عادة من يكون صغير بالعمر يعني قبل هاي المرحلة العمرية يشعر بالغيرة لما يكون يجي طفل مولود جديد للبيت. شعور الطفل بالاهتمام، الطفل الجديد المولود من تشعره بالاهتمام، وعادة هو يشعر بالاهتمام أكثر بحكم أنه هو طفل مولود جديد ويحتاج حاجاته أكثر من الحاجات الأطفال الأكبر بالعمر، إن أنا رح تصير هذه الغيرة. فشوف إن الطفل الأكبر يبدي يميل إنه يقول إنه أنتم ما تحبوني، أنتم ما تردوني، هذا الطفل الجديد أخذ مكاني، تصير عنده حالات ممكن عدوانية، تصير عنده متنمرة، ممكن يأذي، ممكن يأذي الطفل الجديد أيضا نفسه. هنا أنا أشعر الطفل الأول وليس الطفل المولود، أشعر الطفل الأول أنه أنت هو حبي إليك، حناني إليك، اللي تريده أنا ممكن أسوي لك إياه وأشتري لك إياه، الحاجيات اللي أنت تريدها ممكن ألبي لك إياها. لا ضير، خلي يشعر هذا الشعور هو، لا ضير خلي يشعر هذا الشعور، وخلي يقول مثلا أبويا وأمي للطفل الصغير ما يحبوا مثل ما اللي يحبوني، لأن هو بتقدم العمر راح تصير عنده اهتمامات أكثر من أنه يباوع على أخوه وأكثر من أنه هو يهتم بعلاقة الأب والأم ويا المولود الجديد. نعم. نقطة مهمة قد يكون أنا ما ذكرتها، الأطفال عادة إحنا كمجتمعات في بعض المجتمعات نكيف بالطفل أول واحد اللي يجي وآخر واحد اللي يجي، الأول البكر اللي نسميه إحنا شو يسموه اللي هو الطفل الأول يعني فتحت عيني مثل واحد ما يقول، والطفل الأخير اللي هو آخر العنقود. فالطفل الوسط الطفل المظلوم، لأنه الطفل الكبير دائما يقال للأصغر من عنده دير بالكم أخوكم الكبير عينكم عليه، مثلا سمعوا كلامه احترموا لأن هذا أخوكم الكبير. الصغير دائما نقول هذا صغير لا تحطون عقلكم ويا عقله، شوفوا اللي يريده مثلا لبوا الهيا، فيبقى الطايف اللي بيناتهم هو الطفل الوسط. فهي هنا لازم الأب والأم أنه يصير عندهم المعاملة متساوية في جميع الجوانب، تلبية الاحتياجات وإشباعها، الحب مثلا، التقدير، الاهتمام، العطاء بتكون بشكل واحد، لأنه أي أحد من عندهم أنه يشعر أنه أحد أخوته أفضل من عنده هنا راح تؤدي إلى مشاكل، راح تصير مشاكل نفسية. نعم أستاذ. نعم حقيقة في عدة أسئلة
أستاذة كوثر، لا أدري إن كان الوقت يسمح بذلك، فأن سنأخذ سؤال من المكتوب ثم نعود إليها. هناك سؤال عن أهمية ممارسة الرياضة بشكل بأشكالها الترويحية والتربوية والتنافسية وكذلك العلاجية. دكتور، أهمية التدريبات أو الأعمال الرياضية نعم في التنمية، في تنمية الطفل. صحيح. نعم. المهارات الحركية، المهارات الحركية لها أهمية جدا كبيرة، يعني هي أولها تبدي باللعب. إحنا قلنا اللعب إنه الطفل في مرحلة عمرية في بدايته أولها إنه أني أنمي أكبر كمية وأدرب أكبر كمية من العضلات اللي موجودة عنده، هذه تساعده مستقبلا في حياته المهنية. تنمية الرياضة بالنسبة له توسع أفقه، الأفق التفكير اللي عنده في جميع الجوانب، يعني في اتجاه مثلا الاتجاه المعرفي، تشجع أنه ممكن لا يكون هو درس الرياضة هو فقط درس مجرد فقط ترفيهي، لا لا، أني يعني أعطي أهمية لدرس الرياضة لأنه هو يساعده على أنه استمراره في المراحل الباقية، زائد استمراره وتشجيعه على أنه يتقبل درس الرياضيات ويتقبل درس العلوم ويتقبل درس العربي، اللي هي تكون دروس تكون ما نقول يعني مو حركية، فيشعر السعادة، يشعر بالسعادة بالدروس اللي هي بالهواء الطلق قلنا، ويشعر أنه هو عنده أصدقاء ينتمي إلهم، يلعب ويا جماعته، يفرغ الطاقة السلبية إذا كانت موجودة مثلا عنده، تقوية عضلات الرجل والإيد بنفس الوقت تساعد على أنه يفكر ويا الأطفال من يلعبون مثلا لعبة الختيلة، ويفكر وين يختل، حتى في نفس الوقت ليشوفوا مثلا جماعته. كثيرة من الأمور اللي تخلي أنه المهارات الحركية تساعده مستقبلا، وليس فقط على المستقبل القريب، لا لا، على المستقبل البعيد أيضا. شكرا لك دكتورة. نعم هناك دكتورة. دكتورة مديحة بخوش، تفضلي افتحي المايك دكتورة. دكتورة مديحة بخوش. السلام عليكم. السلام وعليكم عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندي مجموعة من الأسئلة، سأحاول الاختصار. مشكورة الدكتورة على ما قدمته من معلومات. في الحقيقة في السؤال الأول، نحن نربي ولكن نصطدم أحيانا بما هو موجود في الشارع من سوء الأخلاق والتصرفات السلبية، فكيف نحصن أبناءنا ونحمي تلك البذرة التي غرسناها فيهم من السلوكيات الخاطئة الموجودة في الشارع؟ في النقطة دكتورة الثانية، دعيني أنقل السؤال حتى لا ننسى. جزاك الله نعم خير. نعم نعم، الدكتورة يقول، السؤال يقول: نحن نربي أولادنا على قيم وأخلاق معينة، لكن نصطدم بما هو موجود في الشارع، والأطفال يتأثرون بما هو موجود في الشارع، فكيف نحصن أولادنا من هذه الأخلاق والقيم التي تأتي من الشارع إليه؟ هذا السؤال الأول. تفضلي دكتورة. السؤال الثاني. نعم. والله حقيقة هذه مشكلة يعاني من عدها يمكن العالم العربي كله. في دراسة أجريت، واحدة من الدراسات والبحوث اللي أنا حقيقة عملت عليها، ردت أشوف تغيير القيم الخلقية إلى في مجتمع معين بعد تغيير نظام المجتمع السياسي. فشفت أنه قيم المجتمع تغيرت، يعني السرقة أصبحت بشكل واضح وأمام مثلا أمام الأعين على سبيل المثال. الطفل من أجي أسأله أقول له أنه أنت تسرق، يقول لي إيه أسرق. من أقول له ليش تسرق، يجاوبني جواب يقول لي إنه الكبار دا يسرقون. فهم الكبار أصلاً، وليس بالضرورة، يعني الطفل هو عايش بالمدرسة صحيح، لكن هو عايش في مجتمع كبير بسلطة، بأب وبأم وبمدرسة وبمسؤولين وبكبار، ممكن هو يعني ياخذ من الاب والام، لكن هذا لا يعني انه هو عنده يستمع الى ما يجري بالمجتمع بشكل عام، فاكيد يتاثر به. هذا من جانب. الجانب الثاني، الاصدقاء ايضا يكون لهم تاثير
في هذا الجانب في مرحلة عمرية وخصوصا مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة يكون تأثير الأصدقاء على الطفل أكثر من تأثير حتى الأب والأم. يعني لما يعبر عمر 12 سنة خصوصا، قبل 12 سنة ممكن العقاب، ممكن يعني ممكن إلى نتائج إيجابية تصير، إنه تحرمه مثلا من 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 حاجة إنه هو يحبها، أو تحرمه من آيباد، أو تحرمه من لعبة، ممكن. لكن في مراحل متقدمة الطفل يكون المراهق مثلا يكون إلى مرتبط بالأصدقاء أكثر من الأب والأم، فلهذا حتى من ينهون الأب والأم عن صديق سوء يبدي يوصل إلى مرحلة يكذب على أمه وأبوه في سبيل إنه هو يطلع ويا صديقه. إيش قد ما يردون يعني يوضحوا له أو يفهموه إنه الصديق الفلاني هو صديق سيء، هو عمل كذا عمل كذا عمل كذا، إذن هو سيء، فيبدي يكذب عليهم. من يسألوه أنت طالع وين رايح، يقولهم أنا رايح مثلا يم فلان من الناس، ما يقولهم أنا رايح للصديق اللي هم أيضا منعوا عنه. ففي مراحل عمرية يكون تأثير الأصدقاء أكثر من الأب والأم. في جميع المراحل العمرية وجود الأب والأم يم الطفل هو هذا أهم شيء، ويم المراهق أيضا، يعني صادقة بالضبط، خلي يكون صديقك. من يكون صديق يسمع النصيحة من الصديق، لكن من الصعب أحيانا يسمع النصيحة من الأب أو الأم، واللي غالبا ما تجي بصيغة الأمر، يعني تجي بصيغة إنه لا تطلع، لا تروح وياه، لا تروح لهذا المكان، لا تسوي فلان شغلة. من يكون هذا الزجر موجود يجيب نتائج عكسية. كل ما يكون الأب والأم قريبين من أولادهم، كل ما تكون نتائج اللي غرسوا بيهم يكون واضح أكثر. نعم أستاذ. نعم. نأخذ سؤال دكتور معد من المكتوب على الخاص. هناك من دكتورة دلتي تقول: من فضلكم دكتورة، قلتم الطفل أثناء تربيته نذكره بسلطة الأب، وفي حالة الطلاق كيف يلتزم الطفل إذا كان هو يشعر بعدم مسؤولية الوالد بالرغم من أن الأم تذكره بقيمة الأب؟ وما هو السبيل حتى تتمكن الأم من التحكم في سلوكه وتغييره للأفضل بوصوله سن المراهقة 12؟ وشكرا. دكتورة، في سؤال هنا يتكلمون عن حالة الطلاق، يقولون في حالة أنه الأم والأب متزوجين، فالأم دائما أو العائلة يذكرون بسلطة الأب والأب، لكن عندما يتطلقون والأب يذهب إلى مكان بعيد عنهم وتفقد سلطة الأب، فما هو البديل، وكيف تستطيع الأم أن يعني تحافظ على وجود مثل هذه السلطة، أو كيف تذكره بها، أو كيف تعوضها، كيف تعوض هذه سلطة الأب في حالة الطلاق؟ تفضل. يعني غياب الأب عن البيت لأي سبب إن كان، كيف يمكن تعويضه؟ نعم تمام. نعم. وتسأل متى نترك فرصة للطفل الإبداع وتفهم للسؤال إنه غياب الأب بالبيت كيف يمكن تعويضه في حالة طلاق. الجزء الثاني من السؤال يتكلمون عن الإبداع، كيف ننمي الإبداع عند الطفل. نعم، يعني بأي عمر، بأي عمر يبدأ تنمية الإبداع عند الطفل؟ يقولون بأي عمر يبدأ تنمية الإبداع عند الطفل. التركيب والتفكيك. بالنسبة لشق السؤال الأول إنه غياب الأب عن البيت كيف يمكن تعويضه، حقيقة الأمر هو إحنا في حالة الطلاق، يعني الله سبحانه وتعالى قال: أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. وجود الأطفال في بيت يؤدي إلى الطلاق بين الأب والأم هو ضحية راح يكون هذا الطفل، راح يؤدي به إلى كثير من المشاكل. موقع الأم لا يعوض الأب، وموقع الأب أيضا لا يمكن أن تعوض الأم، لكن في كثير من الحالات أنه الأم تكون طبعا هنا درجة الوعي والثقافة بالنسبة للأم تلعب دور كبير في بالجانب التوعوي للطفل، وفي نفس الوقت ما نقدر نقول هي تعوضها، قلنا احنا ما تقدر هي ما يعني لا يمكن تعويضها، لا يمكن تكون ممكن قريبة إلى من عنده، لكن ينصح في كثير من الحالات أنه وجود الأب والأم هو ضروري بالنسبة للطفل. لهذا نشوف كثير من حالات
وجود الأب والأم وهم مو على تصالح بس هم موجودين، لأنه يكونون أطفال أيضا موجودين بالبيت. الشق الثاني أنه كيف أنمي الإبداع عند الطفل. بالمناسبة الإبداع هو يعني حالة ربانية، يعني هي ليست حالة أنا أخلقها عند الطفل، يعني هو طفل يولد وعنده بذرة الإبداع موجودة في 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 داخله. ف تنمي الإبداع في أي جانب، يعني مثلا على سبيل المثال إذا هو عنده رسام يرسم، تشوف أنه هو بدون ما أنت تنميه وبدون ما أنت تأشر إلى، تشوف أنه هو رسمه يختلف مثلا عن رسم أقرانه اللي بعمره مثلا، رسمه فتشي مميز، فتبدي تعرف أنه هو مثلا متميز في هذا الجانب، تبدي تنمي هذه الحالة عنده، تبدي تنمي هذه الحالة عنده. أولا ممكن أدخل معاهد خاصة على سبيل المثال بالرسم، ممكن أوفر لأدوات مادية داخل البيت حتى أنمي هاي الحالة، بنفس الوقت عنده برامج مثلا قد يكون فيديوية توعوية مجلات إلى آخره، أخليه مثلا يطلع عليها حتى أقدر أني أنمي هاي الحالة عنده. فموضوع الإبداع مو موضوع أنه أني أخلق هذا الإبداع عنده، الطفل يولد وهو عنده بذرة من هاي الإبداع، يبقى أنه أني شقد عندي ظروف وإمكانيات مادية وثقافية واجتماعية تخليني أنه أني أنمي هذه الحالة الموجودة عنده. صحيح. نعم أستاذ معاذ. في سؤال على الشات دكتور معاذ مهم، تقول بنتي عمرها 3 سنوات منذ ولادتها وأنا أحرص على تغذيتها الطبيعية والصحية إلى الآن، أعد لها الحلويات منزليا لتفادي استهلاك الحلويات المصنعة، إلا أن بعض أفراد العائلة يقدمون لها السكريات والحلويات المصنعة بدليل أن الأطفال هذه هي فرحتهم، فهل هذا سيؤثر على محبتها لي؟ ربما ستميل لهم أكثر وربما ستظن أنهم يحبونها أكثر مني لأنهم يقدمون لها ما أمنعه عليها. دكتور عندي سؤال على سيدة تقول أنا عندي بنت وهي تحرص على تغذيتها تغذية صحية جيدة، ولكن بعض أفراد العائلة يعطون ابنتها هذه الصغيرة حلويات وسكريات باعتبار أن الأطفال يحبون هذه الأشياء، فهي تقول هل هذا سيؤثر على حب بنتي لي أو نظرة بنتي تجاهي باعتبار أن الآخرين يعطونها هذه الحلويات وأنا أمنعها، فهل هذا سيؤثر على حب بنتي وماذا أفعل في هذه الحالة؟ يعني عادة التغذية الصحيحة للطفل هي تكون بنظام، وحتى الامتناع عن أمور أخرى قد تكون الحلويات أو السكريات أو الآيس كريم إلى آخره أيضا تكون في مواعيد محددة وفي نظام. يعني إذا أنت كلش تمنعيها كليا ويعطوها الأهل أو الآخرين هذه الحلويات، تشعر أنه إشباع هذه الحاجة راح تكون عند جماعة معينة، ما راح تلقيها عند أمها، بس هذا لا يعني أنه إشباع حاجات أخرى هي تلقيها يم الأم بس لا تجدها عند الآخرين. فأنت ليش تمنعيها كلياً؟ أعطيها مواقيت محددة، أعطيها مواقيت محددة لأكل هذه الحلويات، مع الاتفاق بالأطراف الأخرى أنه هذه التربية هي خاصة بالنسبة بالأم والأب، فلا يجوز التدخل بآخرين للآخرين بشؤونها. فأنا عندي نظام معين ويا ابني أو ويا بنتي أنه أعطي الحلويات على سبيل المثال بعد الغداء أو بعد العشاء أو المغرب، من تتجاوزها يفهمون أنه هذا نظام أنت ماشي عليه، فيكسر هذا النظام في حالة تدخلهم هم بالموضوع. فهي المشكلة تكون بينك وبين الأهل أكثر مما المشكلة تكون بينك وبين الطفل. صحيح. نعم. ويا دكتورة هذه المشكلة يعني كيف تحل؟ يعني إذا كان الجد نعم. مثلا أو الجدة، إذا كان الجد أو الجدة يتدخلون فكيف راح يمنعوها؟ يعني المشكلة راح تكون أكبر هنا، فهل هناك اقتراحات معينة يعني؟ نعم دكتور، مشكلة عامة والله. يعني الاقتراحات يعني ما أكبر أنه لازم الجد والجدة يفهمون أنه يعني أنه هاي الحالة هي خطأ. أو بنفس الوقت إذا كانت الطفلة، يعني ما أعرف إيش قد هي عمر الطفلة، بس إذا كانت الطفلة في عمر يعني ممكن الكلام معاها وممكن خلينا نقول المساومة الشريفة معاها، أنه أني أنت إذا أخذتي هالمرة الحلوى من جدك ومن جدتك أني بالنسبة لي راح أطلع وما راح أخذك مثلا، أو أشتري
أشتري فد حاجة إلى أخوك أو أختك بس ما أشتري لك. فكأساليب كثيرة ممكن تجرب لحد ما أنه الطفلة تبدي تشوف أنه الأمر بهذا الجانب هو راجع للأم فقط. نعم. هناك سؤال على الخاص وصلني حقيقة مهم، كيف يمكن تحقيق النمو الأخلاقي لدى الأطفال في ظل طغيان وسائل التواصل الاجتماعي وظاهرة خروج الأطفال إلى الشوارع؟ حقيقة الشق الثاني أظن أجبنا عنه، بس بالنسبة للتواصل الاجتماعي سؤال مهم حقيقة. دكتورة، في سؤال عن التواصل الاجتماعي، يقولون يعني كيف نستطيع أن ننمي الجوانب الأخلاقية والقيم النبيلة مع طغيان وسائل التواصل الاجتماعي وما تنقله لأطفالنا من الثقافة؟ وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة هي بالنسبة لنا كمجتمعات عربية شرقية جت نعمة ونقمة. نعمة أنه هي فتحت العقول والآفاق وخلت الطفل والكبير والصغير يطلع على معالم لم يكن يعرفها سابقا، لكن الابتعاد عن هذا الجانب راح يكون شبه مستحيل، يعني مستحيل حقيقة، لأنه يعني هاي وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الجانب هو واقع فرض علينا جميعا، فرض علينا جميعا ولا خلاص منه لحد الآن. فتبقى أنه الأب والأم مراقبة الطفل أو مراقبة الشخص أو مراقبة الفرد بدون علمه، يعني أنا أوجهه بدون ما أنه أنا أكد عليه أنه لا تفتح الموقع الفلاني، لا تشوف الموقع الفلاني، لأن أنت من تقول له بهذه الطريقة راح تخلي يصير عنده فضول وبنفس الوقت حب استطلاع، عاد هو شنو أكو بهذا الموقع اللي أمي ما تخليني أفوت له مثلا، أو ليش أنا ما أشوف الفيلم الفلاني أو إلى آخره. فهنا يصير التوجيه والمراقبة من بعد على الطفل، حتى أقدر على الأقل أسيطر أو أعرف أنه الطفل هو بشنو اهتماماته في بهذا بهاي وسائل التواصل الاجتماعي. زائد اذا كان اطفال في اعمار صغيره، يعني خلينا نقول بهاي المرحله العمريه وحتى في مرحله المراهقه المبكره، هو من الخطا انه احنا نخلي الاجهزه اللي تحوي وسائل التواصل الاجتماعي موجوده عند الطفل او عند الفرد على طول ال 24 ساعه، لأنه إذا أنت موجود الصبح تقدر تشوفه أو توجهه أو تراقبه، لكن أنت ما راح تقدر ساعة بالوحدة أو بالثنتين أو بالثلاثة بالليل قاعد حارس مثلاً أنه أنت تشوف الطفل شنو اللي ممكن يشوفه ويا من دا يحكي. فاللي إحنا علينا كمربين كمعلمين كأولياء أمور كتربويين أنه إحنا نوعي الطفل أو المراهق في هذا الجانب، مع غرس التأكيد على القيم الأخلاقية الإيجابية الخلقية الإيجابية تحديدا، يعني أنه دائما أذكرها خصوصا إذا كان هو في هذه المرحلة، يعني مرحلة اكتساب يصير عنده يكون أكثر من الآخرين. فمراقبته وتوجيهه في نفس الوقت وإرشاده. زائد أنه الطفل من الخطأ أنه تكون هذه الأجهزة تكون ملاصقة له على طول اليوم. أخصص أوقات محددة أنه أنا أعطي الطفل الآيباد للعب مثلا من ساعة بالثنتين إلى ساعة بالثلاثة، أنا اليوم أنت عندك الآيباد حتى إذا تريد تلعب، من ساعة بالتسعة إلى ساعة بالعشرة أيضا يكون أنت تلعب وما بعدها go to sleep، لازم تروح بعد تنام خلاص. فإذا أريد نخليه 24 ساعة بيد الطفل صعب السيطرة عليه بهاي الحالة، حتى لو كنا نغرس هذه كثيرة من القيم، لكن السيطرة على هذا الجانب ويا التوعية ويا التوجيه ويا المراقبة تنجح الأمور تمشي. صحيح. هناك نعم سؤال. شكرا دكتورة. الحقيقة في سؤال من الأستاذة نجاة صعيدي. تفضلي. ألو. السلام عليكم أستاذة. أستاذة نجات هل تسمعيني؟ نعم أسمع. تفضلي. السلام عليكم. أولاً أستاذة مشكورة على هذه المحاضرة القيمة. بحكم تجربتي بكوني حيث أني أم لأربع أطفال،
بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، يعني عندي تجربة متواضعة مع أطفالي. الحمد لله هم الآن ليسوا أطفال، أكبرهم 31 سنة وأصغرهم 21 سنة، ولكن كانت هناك مراقبة وتوجيهات ومرافقة. الحقيقة كنت يعني دائما أصاحبهم فيما ينظرون وفيما يتطلعون إليه. يعني كانت عندي تجربة الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى إلى حد ما ناجح. نعم أستاذ معاد. نعم نعم دكتورة، ننتظر السؤال وأنا أقول لك السؤال إن شاء الله. نعم أما اللغة لا تفهم. تفضل يا أستاذ نجاة. ولكن العلاقة مع الأطفال يجب أن تكون من البداية، من أول أن يكون الطفل في بطن الأم، يعني يكون الحوار. يعني هذه تجربة مع أطفالي، الحمد لله والشكر لله، أربع أطفال الحمد لله. نعم نعم وفقك الله ووفق أطفالك وأولادك الكبار ما شاء الله. يعني الحوار والمفاهمة والاحترام، يعني بالنسبة للتربية المختلطة، أقول التربية المختلطة بين، يعني تكون مختلطة مع الأجداد والأخوال والأعمام، يعني تجربة هذه فاشلة. يعني يجب أن يحافظ الآباء والأمهات على التربية لوحدهم مع أبنائهم. نعم. يعني يكون الاحترام، يعني الطفل يجب أن يحترم منذ الصغر، يعني يشعر بتلك القيمة. يعني الآباء والأولياء يكون هم مصدر الأمل للطفل. وأظن الحمد لله والشكر لله كانت هذه طريقة، والحمد لله لم أجد صعوبة في تربية أبنائي، لأن منذ الصغر كان هناك حوار منذ الولادة. نعم. يعني نعم. الحمد لله والشكر لله، هذه مجرد تجربة بسيطة. وشكرا، جزاكم الله عنا كل خير. شكرا لك. هناك مداخلة من مشارك حرف ألف إيه، تفضل. حرف هل تسمعنا حرف ألف؟ يعني في أخوة تداخل، لكن ليس السؤال، هي فقط طرع التجربة يعني. نعم. ألو هل تسمعونا؟ ننقل السؤال إلى دكتورة مديحة، تفضلي. شكرا. والله عندي سؤال آخر يتعلق بالفرق بين الشخصية المتميزة والشخصية المتوازنة. فأحيانا هناك أسماء عالمية يعني نسمع عنها أنها تميزت علميا أو أدبيا، لكن نجد أنها فاشلة على الصعيد الشخصي والاجتماعي. فكيف يمكن أن نبني شخصية لأبنائنا بحيث تكون هذه الشخصية متوازنة، يعني لديها توازنات اجتماعية علمية أدبية وما شابه ذلك؟ وشكرا. شكرا دكتورة. في سؤال من الدكتورة مديحة تقول أنه هناك شخصيات متميزة وهناك شخصيات متوازنة، فنجد أنه بعض الشخصيات المتميزة لكنها اجتماعياً أو شخصياً فاشلة غير متوازنة. السؤال هو كيف نجعل أو كيف نربي أطفالنا حتى يكون شخصية متميزة وفي نفس الوقت شخصية متوازنة؟ يعني هو الشخصية المتوازنة والمتميزة، قد يكون هناك شخصيات متميزة لكن هي غير متوازنة. فالشخصيات يعني هي قصدها شنو بالشخصيات؟ يعني هي إذا أريد نشوف أنه حسب المرحلة العمرية، الشخصية تبدي أنه أنت تنطي استقلالية الطفل بشخصيته من مراحل الطفولة. يعني من مراحل الطفولة من يبدي يفهم، يعني عادة إحنا مثلاً من نريد نربي أطفالنا، مثلاً من نريد يحشي الطفل نمنعه، لا أسكت، لا ما أقول له أسكت، يعبر عن رأيه وبشكل صحيح وصريح. من يكون عنده رأي أمام الآخر، أخليه يطرح لهذا الرأي، ما أخليه يعتمد على الآخر أيضاً في حل مشكلاته. الأطفال بهاي المرحلة العمرية، إحنا طبعاً تنمي الشخصية من هو صغير، أنت ما تقدر تنمي الشخصية وهو كبير، يعني إحنا قلنا هي قاعدة وتستمر للأعلى. الطفل من هو صغير وهو يلعب على سبيل المثال ويا أقرانه، أنا أخليه يعتمد على نفسه باتخاذ القرار وفي حل المشاكل. من يصير عنده مشكلة بينه وبين صديقه،
وهاي وبينه وبين بيت خالته على سبيل المثال موجودين بالبيت او بيت عمه، وصار عنده مشكله بينه وبين ابن عمه اللي هو بنفس نفس المرحله العمريه او نفس العمر. ف كثير نشوف يجي الطفل يبكي على امه او على ابوه انه فلان بسطني بكاني اخذ اللعبه من عندي يريد العب هاي اللعبه بس هو ما يلعب هاي اللعبه. كثير من هاي المشاكل اللي تصير ايضا بين الاطفال. هنا المفروض الاهل ما يتدخلون، فيعني تعال ماما عندك مشكله ويا ابن عمك، انت وابن عمك كاني مالك علاقه، روح انت وانت حل المشكله وياه. المشكلة أنت ويا أني ما أقدر أقول له تعال ألعب هاي اللعبة أو ما ألعب هاي اللعبة. كثير من العوالي يدخلون الأب والأم ويروحون على 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 الطفل تعال ماما ألعب ويا أنت، ألعب هسه هاي اللعبة وياه وبعدين عود ألعب وغير لعبة. لا لا ما أتدخل أني، أخليه هو ينمي الشخصية منه وبين منه وبيه، أخليه هو يحل مشاكله، أخليه هو يواجه الواقع. من تجرب أنت هاي الحالة وتقول له أنت وابن عمك أنا ما لي علاقة بالموضوع، اترك الموضوع راح تشوف، روح ورا نص ساعة أو ورا ربع ساعة تشوف، راح تشوف إن هم متصافين ودا يلعبون اللعبة اللي هم اتفقوا عليها اثنيناتهم. فتنمية تنمية الشخصية منذ الطفولة تكون، ما أزجر الطفل، أخلي حرية يصير عنده بالحركة وبالكلام وبالتعبير عن الرأي حتى وإن كان خطأ. أنا ما أخطأ أمام آخر، ما أخطأ حتى أمام أخوته، ولا أخطأ حتى أمام أبوه. ممكن أني بيني وبينه أقول لأنه النقطة اللي أنت طرحتها الفلانية هي ما تكون هي صحيحة، الصحيح مالتها مثلاً أنه أفضل، إحنا ما نقول له خطأ، إحنا نقول له أفضل لو كان الطرح بهذا الشكل. فتنمية الشخصية لازم تكون من الطفولة، من الطفولة وأيضاً قبل مرحلة المدرسة الابتدائية. مرحلة الروضة ومرحلة التمهيدي مرحلة جداً مهمة أنه يدخلها الطفل. الطفل من ما يكون داخل ابتدائي ومن ما يكون داخل تمهيدي ورأساً يدخل للمدرسة راح يشوف فد عالم بالنسبة إلى عجيب غريب، يحتاج لفد وقت طويل لحد ما يتكيف وياه ويتفاعل وياه. بينما الطفل اللي مجرب مجتمع الحضانة، مجرب عفوا مجتمع الروضة ومجتمع التمهيدي، من يدخل إلى المدرسة الابتدائية ما راح يشوفه هو مجتمع غريب عليه، بسهولة يتكيف وبسهولة يعرف أصدقاء وبسهولة يصادق وبسهولة يعبر عن رأيه وبسهولة يقرأ. فالمرحلة الأولى من مراحل النمو أو من مراحل الطفولة هي المهمة، هي مهمة جدا في تصقيل الشخصية.